وانتصر الطبال على الراقصة. أما من ظنوا أنهم ساروا لتطهير مصر من الفساد فقد لا نسمع من محاكماتهم شيئا إلا أحكام الإعدام. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نعرض لأهم ما يشغل بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاته. حظر النشر في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس مرسي، المحكمة تنتدب أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعهد مبارك في لجنة فض الأحراز، والدفاع يعترض، فما الذي تسعى المحكمة لحجبه عن الرأي العام؟ وكأن المصائب لا تأتي فرادى، 100 مليار جنيه خسائر متوقعة على الاقتصاد المصري في 37 قضية تحكيم دولي تتعلق بالخصخصة. هل هنالك مخارج قانونية أم أن المصريين سيواصلون دفع ثمن فشل نظام مبارك؟ صحفي الجزيرة يمثلون أمام المحكمة للمرة السابعة، ومباراة لكرة القدم وصور لأضاحي العيد ضمن أحراز القضية، وعبد الله الشامي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 93. بعد أكثر من عام ونصف العام على ظهورها الإعلامي وسخريتها الفاضحة من رموز الثورة، حبس الراقصة سما المصري، إغلاق مكاتب قناتها فلول بعد خناقة مع مرتضى منصور، فلماذا الآن؟ وهل يأكل النظام أبناءه وبناته؟ أهلا بكم، يشاركنا تقديم مصر الليلة الزميلان عمرو حسن في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا عمرو. أما الزميل توفيق شتا فيقرأ لنا مواجز الأخبار. أهلا توفيق. شكرا لك أزين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أجلت جنايات القاهرة قضية صحفي الجزيرة لجلسة 3 مايو المقبل، وطلبت من النيابة ندب مترجمين من وزارة العدل لترجمة الاسطوانات. كما قررت المحكمة تمكين الزميل محمد فهمي من الحصول على العلاج اللازم لكتفه طبقا لتقرير طبيب السجن. وصرحت المحكمة للدفاع بالحصول على صورة من التقارير والاسطوانات المرفقة بالقضية. في محافظة المنوفية قضت محكمة جون حشبين الكوم على 51 من رافض الانقلاب العسكري، حيث حبس 26 منهم 4 سنوات و6 أشهر وغرامة ب50 ألف جنيه، من بينهم عدد من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية بتهمة التحريض على العنف والاعتداء على مبنى المخابرات. فيما حبس 25 معتقلا من رافض الانقلاب 4 أعوام بتهمة التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وتهديد السلم والأمن العام. أعلن معتقل الحرية في سجون مصر أن أكثر من 16 ألف معتقل انضموا إلى الانتفاضة انتفاضة السجون في 30 من الشهر الجاري، وكشف المعتقلون أن انتفاضتهم ستشمل الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل الزنازين وعدم الخروج للتريض أو المثول أمام جهات التحقيق، احتجاجا على الاعتقالات العشوائية وتلفيق التهم وعمليات التعذيب. كما أكد المعتقلون تلقيهم رسائل تضامن من منظمات حقوقية وقوى سياسية وشخصيات وطنية. خرجت مظاهرات ومسيرات ليلية في عدد من المحافظات للتنديد بالانقلاب العسكري، وهذه مشاهد حية لعدد من الفعاليات. كما انطلقت اليوم العديد من الفعاليات المناهضة للانقلاب في العديد من الجامعات، ففي جامعة الأزهر بالقاهرة رفع المشاركون لافتات منددة بما سموه حكم العسكر، كما رددوا الهتافات المطالبة بعودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين. وقد شهدت المظاهرات اعتداءات من الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع.
كما نظمت حركة طالبات ضد الانقلاب بجامعة الأزهر فرع تفهن الأشراف وقفة رافضة للانقلاب، وطالبت المشاركات بعودة الشرعية وإقالة شيخ الأزهر ورئيس الجامعة. طرد طلاب بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر فرع دمنهور محافظ البحيرة ومبعوث المفتي وسط هتافات مناوئة للانقلاب العسكري، وكان المحافظ مصطفى هدهود ومبعوث مفتي الجمهورية قد دعيا لحضور حفل ختام العام الدراسي بالكلية قبل أن يهاجمهما الطلاب بالهتافات مما اضطرهما لمغادرة الكلية. دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى التظاهر غدا أمام نوادي الشرطة والجيش والمؤسسات القضائية في إطار ما سموه أسبوع مصر مشتكية، وأكد التحالف في بيان أنه سيواصل الثورة والنزول إلى الشارع ولن يسمح بأن يرث العسكر ما أخفق نجل مبارك في وراثته وفقا للبيان. وأضاف التحالف أن نتائج الانقلاب باتت واضحة بانعدام الصحة والخدمات والأمن وغياب العدل والتعليم والحقوق والحريات، وأشار البيان أن الطبقة الفاسدة تتضخم ثرواتها وتفرض الفقر على الشعب بسرقة خيرات الوطن واغتصاب السلطة. انتهى مشاهدينا الكرام موجز الأخبار، الآن نعود لزميل زين العابدين لبدء برنامج مصر الليلة. إليك زين. شكرا توفيق، وكالمعتاد نتوقف سريعا مع عمرو حسن ليعرف المشاهدون كيفية التواصل مع مصر الليلة والقضايا المطروحة في الساعة الأولى. تفضل عمرو. شكرا لك زين، ونجدد التحية والترحاب بكل متابعي مصر الليلة بالتأكيد عبر هاشتاج مصر _ الليلة الذي يمكنكم من التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تماما كما تظهر العناوين على الشاشة أمامكم، حيث تجدون المواضيع المطروحة للنقاش كل ليلة على هذه المواقع. يمكنكم ببساطة الدخول إلى هذه المواقع والتدوين والتعليق على الموضوعات المطروحة، والتي نبدأها في اليوم بقضية التخابر المتعلقة بالدكتور محمد مرسي وقضية أو قرار حظر النشر. كيف ترون هذا القرار وما هي أسبابه أو دوافعه؟ والقضية التالية هي 37 قضية ربما تطالب الحكومة بدفع 100 مليار جنيه، أي أننا مديونون ربما في المستقبل ب 100 مليار جنيه. كيف ترون هذه القضية وقضايا أكثر تتابعونها في هذه الحلقة من مصر الليلة زين؟ شكرا عمرو. النائب العام يحظر النشر في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس محمد مرسي وآخرون، والدفاع يعترض على وجود أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في عهد مبارك ضمن اللجنة الفنية لفحص الأحراز، والمحكمة تؤجل القضية لجلسة الاثنين المقبل. فهل يصب حظر النشر في صالح العدالة؟ وهل تشمل ضمانات المحاكمة العادلة أن يكون أحد أعضاء لجنة فض الأحراز مسؤولا بارزا في نظام مبارك؟ محاكمة تتوالى جلساتها ما بين منصة منفعلة دوما ودفاع دائم الاعتراض ولجان ذات خصومة سياسية مع المتهمين ورأي عام ما زال يستفسر عن مفهوم التخابر ويعيد إنتاج السؤال من العدو ومن الصديق على الحدود الشرقية لمصر. كمان في خطوة مثيرة للجدل قررت محكمة جنايات القاهرة حظر النشر في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و35 آخرون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. كما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 28 من إبريل الجاري لسماع باقي شهود الإثبات ومشاهدة باقي الاسطوانات وورود تقرير غرفة صناعة السينما حول الأحراز، والتي أدت اليمين القانونية أمام المحكمة وفي عضويتها أسامة الشيخ رئيس قنوات النهار المصرية. وسمحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على الاسطوانات ونسخها وعرض المتهمين خليل أسامة العقيد وإبراهيم الدراوي على الطب الشرعي لبيان إصابتهما وسببها، وكلفت النيابة بإجراء التحقيق في الموضوع في ظل وجود أدلة تؤكد تعرضهما لعمليات ضرب وتعذيب. ويحاكم مرسي ومن معه في هذه القضية بتهمة التخابر مع مزيج غير منسجم من منظمات خارج مصر
يشمل حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وفي عريضة الدعوى أن المتهمين قاموا بالتخابر بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض ما يطلق عليه التنظيم الدولي للإخوان وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك خلال الفترة التي سبقت والتي تلت ثورة 25 يناير. ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا أخرى من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية وإهانة القضاء واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه بالتعاون مع أعضاء في حركة حماس، بينهم من كان معتقلا وبينهم من استشهد خلال عمليات مقاومة ضد المحتل الإسرائيلي. ولمناقشة هذا الحظر ومدى مصلحة الوطن فيه أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة، الكاتبة الصحفية الأستاذ محمد القدوسي، أهلا وسهلا بك. مرحبا. وأيضا الأستاذ محمد غريب محامي جماعة الإخوان المسلمين، أهلا وسهلا بك. وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة ستكون معنا رضا جمال زوجة الصحفي إبراهيم الدراوي المتهم في قضية التخابر والذي اتهم أيضا الأمن بتعذيبه وأثبت ذلك في جلسة اليوم، ستكون معنا لاحقا. لكن أبدأ بك أستاذ محمد غريب، إيه المشكلة في حظر النشر؟ القانون يسمح بحظر النشر في القضايا التي تمس السيادة وتمس أمن الدولة وتمس الأمن القومي وتمس المواطنين وتؤثر عليهم سلبيا، فما المشكلة في حظر النشر في قضية فيها تخابر، فيها رئيس دولة تم عزله من قبل الجيش، ربما تكون فيها معلومات حساسة؟ الحقيقة دي دعوة حق ربي وباطل زي ما بنقول، يعني إن النص القانون بيسمح للقضاء إذا ما ارتأى ما يتعلق بالنظام العام أو بأمن الدولة أو المساس بالأمن القومي من حقه ياخد القرار بحظر النشر، إنما نحن لسنا أمام قضية عادية، ده رئيس مدني منتخب شرعي وحصل عليه انقلاب. لو هم صادقين في مدى صحة معلوماتهم بتخابره فعلا، ولا ما فيش رئيس جمهوريه بيقوم بتخابر، تخابر مع مين؟ مين العدو؟ مين يعني دايما التخابر بيبقى افشاء معلومات تمس امن الدوله مع عدو، مع دوله عدوه. رئيس الدوله بصفته رئيس دوله من حقه يلتقي بممثلين لدول، بممثلين منظمات. فيما يتعلق الحقيقه هم غير صادقين. فيما يتعلق بتخابر الرئيس مرسي، هو كان في فتره ثوره يناير، وفيما يتعلق بمساعدي هي في فترة رئاسة مرسي وفي فترة أيضا ما قبل يناير. فإذا القضية فيها 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 متهمون كثر، قد تكون هنالك معلومات تؤثر على الرأي العام أو تؤثر على أمن الوطن، إيه المشكلة في حظر النشر؟ لا، المشكلة أنه هو المفروض أنه هو الأصل علنية المحاكمات، من أحد ضمانات المحاكمة المنصفة العلنية. طب الجلسات علنية، وحينما يصدر قرار بإحالة المتهم المحكمة غلت يد النيابة على منع الحظر، والمحكمة المفروض تعلن أمر الإحالة على الشعب، ثم الأدلة دي ليست خفية. يعني أنت المعلومات ممكن أفهم حينما يدلي شاهد بمعلومات فيها مساس بأمن الدولة أو فيها مساس بالأمن القومي، ممكن الجلسة بتاعت الشهادة، إنما القضية ككل غير مبررة. هو الحظر في النيابة فقط ولا في النيابة وفي الجلسات أيضا؟ لانه اللي اصدر قرار الحظر هو النائب العام فيما يتعلق بتحقيقات النيابه قضايا. باربع قضايا، ما فيش الا واحده فيهم تتعلق بالرئيس. بعد كده في قضيه كنيسه الوراق، في قضيه تانية، يعني ما فيش للرئيس الا قضيه واحده اللي هي التخابر. فالكلام مش طبيعي، لان انت النهارده كنت بتدعي ان انت عندك ادله وادله حقيقيه على اتهام الرئيس، لو ان الادله دي حقيقيه زعل على الشعب على الاقل يقتنع، انما لان هو غير صادق لا في ادلته ولا في دعواه فبيبتدي يتضرع بنصوص قانونيه عشان يخفي الحقيقه على الناس التي تدين الانقلابيين. طيب استاذ محمد القدوسي، نفهم كاعلاميين وكصحفيين انه في بعض الاحيان ينبغي منع النشر في بعض القضايا
لا سيما اذا كان هنالك تحقيقات ما زالت مستمره يمكن ان تؤثر على جمع الادله، لا سيما اذا كانت قضايا تمس الامن القومي المصري. هل في هذه القضيه نشعر نحن ان تشعر انت كصحفي انه فيه مس بامن مصر ربما يكون في نشر المعلومات، ام انها هذه ذريعه مجرد ذريعه سياسيه؟ نتيجه ما نرتب الاوراق نشوف القرار ده طلع بعد ايه. القرار ده طلع بعد الجلسه اللي كانت الحقيقه جلسه تثير السخريه من اولها لاخرها، وكانت مهزله من اولها لاخرها بكل القيم وبكل المعايير اللي احنا شفنا فيها القاضي بيقرا اسم الدواء باعتباره احد المضبوطات واحد الاحراز، دواء لعلاج الحنجره يعني تسليك الزور باعتباره حرز مكتوب عليه القوي والاسرع. يا سيدي الاقوى والاسرع بما فيه مبيد حشرات والاقوى والاسرع، وفي ورنيش احذيه والاقوى والاسرع، وفي لاصق والاقوى والاسرع، يعني الاقوى والاسرع ده يعني مش بالضروره هيبقى تخابر يعني. فبعد كده الناس شافوا انه الاستمرار في النشر فضيحه مسجله. الحقيقه المحاكمه كلها من اولها لاخرها، حضرتك قلت انه الرئيس محمد مرسي موجه اليه تهمه التخابر في اثناء ثوره يناير، وفي اثناء ثوره يناير كان عبد الفتاح السيسي هو مسؤول جهاز المخابرات الحربيه. طب مسؤول جهاز المخابرات الحربيه عرف ايامها وسكت ولا عرف اليومين دول؟ وعرف اليومين دول وهو مش في المخابرات الحربيه، طب عرف ازاي؟ وعرف ايامها وسكت، طب هو بطل وهو راجل كويس ازاي؟ ده هو ده الراجل ده هو المتواطئ وهو يعني اذا صح ان محمد مرسي كان جاسوس فعبد الفتاح السيسي هو رئيس الشبكه. فاذا الموضوع ما تيجي يعني هتمسكه من اليمين من الشمال هتلاقيه جرثه وفضيحه عالميه بالنسبه لهم. الحقيقه كنت عايز اتنقل ولا تنسى الوثيقه التي وقعها صهره اللواء حجازي اللي هو رئيس المخابرات الحربيه، كان رئيس المخابرات الحربيه في عهد مرسي، اللي قال انه ينبغي التعاون مع حماس. ده مؤكد. وهقول لك بس على حكايه انك انت بتتخابر مع حماس، ايه اللي انت بتتخابر معاه؟ التخابر مع اسرائيل، التخابر مع اسرائيل اللي هم قالوا نتكلم على ايه هو العدو وايه هو اللي مش العدو. لكن دعنا ايضا نشرك معنا ضيفنا من القاهره الاستاذ محمد الضماطي عضو هيئه الدفاع عن الرئيس مرسي في قضيه التخابر وعن المتهمين. استاذ محمد، هل حكيت للمشاهد يعني ما حدث في جلسه اليوم؟ تحياتي لك يا استاذ زين ولضيفيك الكريمين. اهلا وسهلا بك. اليوم بدات الجلسه بتحليف اليمين لهذه اللجنه التي انتدبت من الجلسه الماضيه. احنا فوجئنا واحنا قبل تحليف اليمين بان اسامه الشيخ واثنين تقريبا غير معروفين موجودين وهم دول اعضاء اللجنه. فالحقيقه احنا حاولنا نعترض قبل ما يحلفوا اليمين، لكن المحكمة أصرت على أنهم يحلفوا اليمين وبعد كده يبقى من حقنا أن احنا نعترض. هي اللجنة دي فيها السيد أسامة الشيخ اللي هو رئيس قنوات النهار حاليا، اللي هو رئيس قنوات النهار. واحنا في الاعتراض بتاعنا قلنا أن هذه اللجنة هي خصوم سياسية للمحالين إلى المحاكمة وزملائنا اللي موجودين في أفق الاتهام، واكدنا على ان هذه الخصومه السياسيه بالتاكيد ستؤثر على عمل اللجنه وبالتالي يتعين. طب انتوا كان اعتراضكم فقط على اسامه الشيخ لانه فيها ايضا صفوه يوسف غطاس منتج وعضو مجلس الاداره بغرفه الصناعه والسينما، وفيها ايضا شريف محمد علي ابو مندور مخرج. وهو مخرج. هل اعتراضكم فقط على اسامه الشيخ ولا على كل الشخصيات؟ لا، على أسامة الشيخ باعتباره خصم سياسي، وعلى الاثنين دول باعتبارهم غير فنيين، لان احنا طالبين لجنة من معهد السينما، من معهد السينما وليس من غرفة الصناعة بتاعت اللي قالوا عليها دي. ده كان الاعتراض. لكن دعني اكمل لك انني طلبت في بداية الجلسة ضم هذه الدعوة إلى الدعوة المسماة إعلاميا بأحداث وادي النطرون، لأن هذه هاتين القضيتين الأفعال الموجودة بهما هي كل لا يتجزأ، وبالتالي يتعين ضم القضيتين لهذا الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. وهل استجابت المحكمة لهذا الطلب؟ نعم. هل استجابت المحكمة لهذا الطلب؟ أنا حبيت أفكر المحكمة أيضا بأن في حالة مماثلة قريبة جدا في قضية مبارك المخلوع، عندما تم ضم قضية قتل المتظاهرين مع قضية الفساد المالي. والغريب أن القضيتين
كانوا لا ليس مرتبط الافعال اللي فيهم غير مرتبطه ببعضها، لا زمنيا لا زمنيا ولا مكانيا، لا زمنيا ولا مكانيا ولا في الاحداث ولا في الظروف ولا في اي حاجه. واحنا طلبنا ده وذكرنا المحكمه، المحكمه ردت عليا وقالت لا الجنائي ليس به قياس، يعني ما تقدرش تقيس دي على دي. المهم بعد كده طيب. لو كانت المحكمه قبل بعد كده، لو كانت المحكمه وافقت على ضم القضيتين، يعني ماذا يعني لكم ذلك كهيئه دفاع؟ يعني انها سيصدر فيهما حكم واحد بدلا من حكمين. دي الفكره. وسييسر لكم تكون واحده، سييسر لكم اجراءات الترافع، لانه مش محتاجين تلفوا على المحاكم بقى وكده، ولا ايه؟ ولا دي مالهاش علاقه؟ الامر الاخر ان احنا اثبتنا يا استاذ زين ان احنا الحقيقه هيئه الدفاع تقاتل امرين هي والمتهمين. يعني دعني انقل لك ان المتهمين، بعض المتهمين في هذه القضيه متهمين في قضيه اخرى حتى الان في المحكمه، يعني انتقلوا من اكاديميه الشرطه الى معهد امناء الشرطه في امام الدائره التي تنظر قضيه الجزيره وغيرها من القضايا، وحتى الان زملائنا في المحكمه حتى هذه اللحظه. فاحنا قلنا يعني وكانهم يريدون ارهاقكم وارهاق المتهمين، بحيث ان هيئه الدفاع والمتهمين لا يستطيع مراقبه الاجراءات، لا يستطيع متابعه الجلسات بذهن صافي وقدره على متابعه الاجراءات. لذلك احنا اثبتنا في محضر الجلسه، احنا اثبتنا النهارده في محضر الجلسه ان المحكمه قالت لنا قبل كده ان احنا عايزين دفاع جدي ودفاع حقيقي وليس صوري، فقلنا لها كيف يتاتى هذا الدفاع دون ان تلتقي هيئه الدفاع بالمتهمين، خاصه واننا لسنا بصدد قضيه تعاطي المخدرات او غيرها من القضايا النمطيه التي يعول في غالبيتها على عدم مشروعيه الاجراءات. وقلنا لها احنا بصدد قضيه سياسيه بامتياز يتعين على المتهمين انهم يقولوا لنا رايهم في هذه القضيه. تمام. فيما يتعلق بحظر النشر، هل اعترضتم على هذا القرار من النائب العام؟ وهل حظر النشر يضمن ايضا اجراءات المحاكمه وليس فقط تحقيقات النيابه؟ لا، هو القرار يا استاذ زين صادر من المحكمه وليس من النائب العام. وده ليس جديد، يعني في قضيه الاتحاديه حظرت النشر بمجرد سماع الضباط. فبمجرد سماع شهاده الضباط خاصه ضباط الامن الوطني او ضباط الامن القومي بتحظر النشر. لكن دعني اؤكد لك ان كل هذه المحاكمات تخالف الضمانات المتعلقة بالإجراءات المنصفة والعادلة. ودي بيحكمها زين المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. واللي موقع عليها مصر بالضرورة. وبتؤكد إن لكل متهم حق في الاستماع إليه. وأنا بقول لهم وقلت لهم إزاي المحكمة مش قادرة تسمع المتهم من داخل القفص الزجاجي. ولازم يسمع إليه في علانية وخلال مدة معقولة. دي الإجراءات أيضا نبهت وقلت أنه يتعين أن يفصل في الاتهام خلال مدة معقولة. طيب أرجو أن تبقى معي أستاذ محمد الضماطي، معنا أيضا عبر الهاتف السيدة رضا جمال زوجة الصحفي إبراهيم الدراوي، الزميل إبراهيم الدراوي متهم في قضية التخابر، وهو معروف في الوسط الصحفي بأنه مختص بالشأن الفلسطيني وهو عضو نقابة الصحفيين. سيدة رضا أهلا وسهلا بك. إبراهيم اليوم أثبت أنه تعرض للتعذيب، هل قبلت المحكمة بأن تسمح بفحصه طبيا للتأكد من تعرضه للتعذيب، خاصة أنه قال أنه هو ضرب وانه في اصابات في ظهره؟ لا، هو انا الخبر انا لم التقي بابراهيم من يوم 9/4، لان هو كان المحاكمه اول جلسات المحاكمه كانت يوم 16/4، بعديها رحنا بالزياره، فقالنا ان هو راح العقرب، رحنا العقرب منعنا من الزياره، كان معايا اطفالي،
قعدنا حوالي 3 ساعات قدام باب السجن عشان يسمحوا بدخول زيارة أو إن أنا أحط في لسة الأمانات. طبعا كل ده اترفض ورجعت بدون إن أنا هو سجن العارب عموما يعني كل الأهالي يعانون. هو كان في طرق ألف تحقيق طول فترة التحقيقات. لما القضية لما جت موعد الجلسة الأولى اللي هي أول جلسات المحاكمة 16/2 اتنقل للعقرب، قعد في العقرب 16 يوم مضرب عن الطعام. بعد كده تواصلت مع نقيب الصحفيين وحكيت له إن هو في سجن العقرب، فتواصل مع الداخلية وتم نقله إلى طرق ألف تحقيق. بعد كده تم نقله يوم 15/4 من طرق ألف تحقيق إلى طرق العقرب. وفي العقرب تم الاعتداء عليه من امناء الشرطه، ربطوا ايديه وضربوه على ظهره، وفي اثار للضرب على ظهره شافها فريق الدفاع النهارده. وتم النقل الى المستشفى وقالوا ان هم الداخليه قالت ان هي هنحقق في الوقائع. انا المعلومات دي كلها انا ما سمعت طيب فيما ابراهيم عضو في نقابه الصحفيين، هل تحركت نقابه الصحفيين باي شكل من الاشكال للافراج عنه؟ والله هو اتحركت ليه؟ للإفراج عنها. والله هو الأستاذ ضياء قال إن هو إن شاء يعني مهتم بالموضوع ومكثف جهوده وبيحاول يضغط إن هو يخرجه. أشكرك شكرا جزيلا. الأستاذ ضياء معي. السيدة رضا جمال زوجة الصحفي إبراهيم الدراوي المتهم في قضية التخابر، صحفي مختص بالشأن الفلسطيني. أشكرك شكرا جزيلا. أعود إلى ضيفي في الاستوديو، الأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي والأستاذ محمد غريب محامي جماعة الإخوان المسلمين. ونحن نتحدث الآن أستاذ قدوسي أستاذ محمد، محكمة الفيوم أمرت بتجديد حبس المتوفى سيد علي جنيدي 45 يوم على ذمة القضية التي يحاكم فيها. محكمة الفيوم تجدد حبس المتوفى سيد علي جنيدي 45 يوم في القضية التي يحاكم فيها. أستاذ قدوسي، فيما يتعلق بلجنة فحص الحرس، ده أنا كنت عايز أجيلك عندها بقى. إيه المشكلة في أنه هو يكون هؤلاء الأشخاص الثلاثة أسامة الشيخ صفوة يوسف غطاس وشريف محمد علي؟ حولك إيه المشكلة حالا؟ المشكلة حالا أن ثورة يناير حكمت أسامة الشيخ وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات في قضية إضرار بالمال العام، وكان معاه في نفس القضية أنس الفقي، وحكم على أنس الفقي 7 سنين، خد أنس 7 سنين وخد أسامة الشيخ 5 سنين. بعد كده تعرضت القضية على محكمة النقض في 17/12/2012، والتواريخ هنا مهمة جدا. وأذكر إن أنا يميها طلعت وقلت إنه كده بدأ الانقلاب على محمد مرسي منذ هذا التاريخ، وبدأ الانقلاب مش على محمد مرسي كمحمد مرسي ولا كإخوان ولا كحرية وعدالة، ولكن على ثورة يناير. جت محكمة النقض قبلت النقض اللي قدموه المتهمين، ونظرت القضية في 28 إبريل 2013 أمام محكمة الجنايات، وفي 7/8/2013 أودعت محكمة الجنايات حيثيات حكمها بالبراءة اللي أهدرت فيه كلام لجنة الفحص. والحكاية إيه؟ الحكاية أن الراجل ده باع مسلسلات بأقل من قيمتها ب20 مليون جنيه. فجت المحكمة محكمة الجنايات قالت لا، أصله هو ما استفادش ما تربحش ما استولاش على حاجة لنفسه، وكانش فيه تواطؤ بينه وبين يا سيدي أنا كسرت الإزاز بتاع الحكومة، فأنا كده أضريت بالمال العام. دي مش جناية اختلاس، دي جناية إضرار بالمال. لو أنت كسرت اللمبات، لمبات دي 110 فأنت حطيتها في 220، أنت متهم بالإضرار بالمال العام. لو يحق لك قانونا، لكن في حالة حالة بيع مسلسلات بسعر اقل ده يحق له قانونا. هو ده الاضرار بقى. انت الجريمه ايه انك انت وقال لك اصل السعر بيتفاوت، تفاوت بين هو اهدر 20 مليون ولا اهدر 19 مليون، بس اهدر. خليك بس معايا. من الناس بقى اللي هو استفادوا من القصه دي المنتجين بتوع المسلسلات، اللي عفوا اشترى منهم مسلسلات باكتر من قدرها صفوت غطاس. فاحنا جايبين 2 عشان يحاكموا محمد مرسي. الراجل اللي اشترى المسلسلات باكتر من قيمتها، باقل من سعرها، باكتر من سعرها. اللي هو المنتج ده انتج مسلسل مثلا بمليون فخدناه منه 3 مليون، والمنتج اللي باع له المسلسل. فدول الاثنين اعتقد ان الصله بين صفوت غطاس احد المنتجين المستفيدين في قضيه المسلسلات. هل ده مسبوق استاذ محمد غريب في مساله الافض الاحراز، انه اللجنه الفنيه ما يكونش فيها فنيين، يكون فيها مديرين ومنتجين واصحاب استوديوهات؟ لا طبعا، لان
هو لان هو وده طلب الدفاع، طلب الدفاع ان هو يكون ناس فنيين بالضبط متخصصين، مش بحكم وظيفتهم الاداريه. بالتالي انتقاد الدفاع. طب شرط الحياد والنزاهه متوفر هنا ولا مش متوفر؟ لا طبعا مش متوفر. طب كيف يتوفر؟ يتوفر ان انت تختار اشخاص ليس لهم مصلحه في ابداء الراي. النهارده انت الحياد بيجي منين؟ الحياد ان انا ماليش مصلحه في المساله اللي انا. طب هو مصلحه اسامه الشيخ ايه؟ لا ما هو في اداره مرسي. ما هو لا ان هو كان قسم، ان هو كان قسم سياسي يعني. واحد كان متهم اثناء فتره 25 عقب ثوره 25 يناير بالوقائع اللي ذكرها اخونا الكريم، يبقى الراجل هو ايه علاقته بمرسي؟ ما هو مش خصم سياسي لمرسي. لا مش المساله ثوره يناير. لا مش المساله شخصيه. انا امام تداعيات الثوره المضاده والانقلاب الان. ده عشان بس اللي لسه ما خدش باله ان انا بصدد انقلاب يهدر ثوره يناير من اولها لاخرها، ارجوك لو سمحت خد بالك بعد اذنك. طيب نشوف مشاهدينا واخدين بالهم ولا مش واخدين. مع الزميل عمرو حسن ونشوف تعليقات المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اتفضل. يمكن بالحديث زين عن الاعمال الفنيه، كان اول تعليق جاءنا من عاطف حلمي يقول: هو في قضيه من الاساس احنا امام مسلسل كوميدي ولكن للاسف دمه تقيل. سعيد المقاطعي يقول: بعد الموقف المخزي لرئيس المحكمه حينما عرض اسم علاج البرد على انه دليل اتهام، فهم يخشون مزيدا من المواقف المخزيه. مصري حر يقول: تم الحظر بعد ان اكتشفوا ان الشعب اصبح يتابع المحاكمه. التدوينة التالية أيضا جاءتنا عبر فيسبوك، أعتقد أنها جاءت من مؤمن القاضي، يقول: علشان بقى موقفهم وحش ومش لاقيين مخرج من الورطة اللي تورطوها. التدوينة التالية من شعبان يقول: هناك طبخة، ما مفادها؟ حكم إدانة للرئيس مرسي والخلاف فيما بينهم، سجن أم إعدام؟ التدوينة التالية جاءت على تويتر من محمد يقول: هو لو في قضية كانوا سكتوا، دول زمانهم كانوا عملوا عرض مستمر على كل قنواتهم. أما جمال حسين يقول: لأن الأدلة المقدمة من النيابة تثبت العكس وتدين بشكل قاطع هيئة المحكمة والنيابة. آخر تدوينة معنا تقول: الرد هيكون إنها أسرار تؤثر على الأمن القومي، بالعكس المفروض تفضحوا مخططاتهم لو صحيح الكلام ده. لكن أيضا هناك عدد من التدوينات التي جاءت كلها تصب في سياق أو مجملها يعني على الأقل إن هي مسرحية هزلية. زين شكرا جزيلا عمرو. أعود إلى ضيوفي مرة أخرى، أعود إلى الأستاذ محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التخابر. أستاذ محمد الدماطي، يعني من المفهوم أنكم تؤمنون وتثقون في براءة المتهمين، لكن هل تتوقعون أن القضية ستسير نحو البراءة أم إلى أحكام، البعض يتوقع أحكاما بالإعدام؟ الحقيقة يا أستاذ زين أن هيئة الدفاع بتقابل صعوبة فنية وشعور بأنك لا تطمئن إلى قضيك. يعني ليس مطلوبا فقط أن يكون القاضي عادلا، بل مطلوب أن يشعر المتهم ويشعر دفاعه ويطمئن إلى أن قاضي سوف يحكم بالعدل. الصعوبة اللي احنا بنلاحظها منذ فترة أن هناك خصومة سياسية بين المنظومة القضائية وبين كل المحالين إلى المحاكمة. هذه الصعوبة متمثلة أنه كان هناك ما يسمى بالقانون السلطة القضائية الذي يخفض سن القضاء، ومعروف أنه كانت هناك معركة قادها نادي القضاء برئاسة المستشار أحمد الزند ضد هذا المشروع. وبالتأكيد البشر هؤلاء بشر قبل أن يكونوا قضاة، قد تأثروا تماما بهذا الوضع. ايضا النيابه ومعركتها مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله، اللي هذه المنظومه قد تاثرت بشكل او باخر وترسب لديها يعني مش عايز اقول عداوه، عايز اقول عدم موده على الاقل بينهم وبين المحالين الى المحاكمات او الى جماعه الاخوان المسلمين او الى تحالف دعم الشرعيه. هذه هي الصعوبة التي نقابلها، ولذلك نتج عن ده إيه؟ تخصيص دوائر محددة تنهك المتهمين وتنهك هيئة الدفاع على أساس ألا يستمروا في هذا. أنا من وجهة نظري هم يرغبون ألا نستمر، لكننا نناضل نضالا قانونيا ليس فقط من أجل المحالين إلى المحاكمة، لكن من أجل قضية وطن يا أستاذ زين. طيب. القضية ليست في قضية التخابر ولا في قضية وادي النطرون إلى آخره. طيب. القضية أن هناك وطن، هي القضية السياسية بامتياز، وهي تلخيص لحالة مصر الآن.
لكن نعم. استاذ دماطي، فيما يتعلق بموقف الرئيس مرسي لا شك انه مختلف عن مواقف بقيه المتهمين. هل انتم في هذه المحاكمه الان تمثلون الرئيس مرسي باي شكل من الاشكال؟ لانه حسب ما فهمنا فانه دفاعه قدم مرافعته في اول جلسه برئاسه المستشار سليم العوا، وانتهى الامر عند ذلك، ولا ما زلتم تمثلون الرئيس مرسي؟ هناك ثلاث قضايا الدكتور محمد مرسي مشارك فيها. قضيه الاتحاديه، هذه القضية هناك محامي منتدب هو الزميل سيد حامد، ده بيحضر عن الدكتور مرسي منتدب. لكن في قضية التخابر وقضية وادي النطرون حتى هذه اللحظة ليس له محامي، وتم الاكتفاء بما أبداه الدكتور سليم العوا في مذكرته وفي رفعته الشفهية. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاتحادية ووادي النطرون والتخابر. أعود سريعا إلى ضيفي في الاستوديو، الأستاذ محمد القدوسي والأستاذ محمد غريب. أستاذ محمد غريب، أحد محامين الدكتور مرسي انسحب من المنتدبين وقال أنه القضية دي فيها إعدام. على أي أساس ممكن أن يكون فيها إعدام؟ لا هو طبعا ما فيش أصلا المحاكمة غير شرعية بالمرة، ده رئيس منتخب مدني اختطف قسرا بقوة السلاح لعدة شهور، وصدر من الأمم المتحدة تقرير بيدين خطف الرئيس المدني المنتخب ومساعديه الخمسة. هذه واحدة. الثانية تشير إلى تقرير المفوضين الخواص الـ 12 اللي قالوا أنه ده اعتقال قسري. الثانية بقى أن محاكمة الرئيس تبقى للدستور لدساتير مصر من ثورة 52 إلى الآن. الرئيس والوزراء ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء والوزراء له محاكمة خاصة. الدساتير كلها أحالت على تشريع، هذا التشريع إلى الآن من 60 سنة لم يصدر، فليس هناك قانون لمحاكمة الرئيس. الدستور بيحصنه أنه يبقى في ظل محاكمة خاصة، فكل ده لصالح الرئيس. إنما المسألة إيه في مسألة الإعدام؟ لا، هي مسألة أن أنت عايز تتخلص من الخصوم السياسيين بقشرة قانونيه. اشكرك شكرا. فممكن يصدر احكام مغلظه، انما يعني أشكرك. الاعدام دي نتمنى استاذ قدوسي في 30 ثانيه لو سمحت، فيما يتعلق بتعريف العدو الان على حدودنا الشرقيه، حماس او اسرائيل، من الواضح انها حماس حسب كل القضايا. لا احنا يعني هم سيقولون انها حماس، ونحن سنقول لهم بل انتم اعداؤنا وانتم متآمرون مع العدو الحقيقي لنا وهو العدو الصهيوني. مصر لا عدو لها الا العدو الصهيوني وكل عملائه وكل المتآمرين معه وكل من يقفون ضد المقاومه الفلسطينيه والمقاومه المصريه التي تواجه العدو الصهيوني، فهم اعداؤنا ايضا. شكرا جزيلا لك الاستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحفي، واشكر ضيفي ايضا الاستاذ محمد غريب محامي جماعة الإخوان المسلمين. وما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في مصر الليلة وفي برنامج بعد الفاصل. وكأن المصائب لا تأتي فرادى، 100 مليار جنيه خسائر متوقعة للاقتصاد المصري في 37 قضية تحكيم دولي تتعلق بالخصخصة. هل هنالك مخارج قانونية أم أن المصريين سيواصلون دفع ثمن فشل نظام مبارك؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. اسألوا التاريخ عن عبد الناصر. أرسادات أين هم الآن؟ الحاكم في الشرع في القرن اللي احنا فيه ليس قاض وليس رئيس جمهورية، بينما هو مطلق وثابت. حكم ثابت، الفتوى تتغير، وما هو نسبي ومتغير. كلا الأمرين له مبرره. اختلاف في الرأي، لابد أن نحترم هذا الاختلاف. واستقلالية في وجهات النظر. القضية مثارة بمناسبة عزل فئة من الضباط لأنهم قد أطلقوا بحق. سياسة في دين يأتيكم في الأوقات التالية.
فساد وخراب ديار والفاتورة 100 مليار، فلم تكتف الحكومات المتعاقبة ببيع شركات القطاع العام للمستثمرين برخص التراب وفقا لتقديرات المحللين الاقتصاديين، لكنها أيضا قد تكبد خزينة الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه كتعويضات محتملة في قضايا تحكيم دولي قام بتحريكها مستثمرون أجانب ضد الحكومة المصرية إثر خلافات على بنود التعاقد أو صدور أحكام قضائية ببطلان البيع. المستشار عزت محمود عودة رئيس هيئة قضايا الدولة أكد في تصريحات صحفية وجود 37 قضية تنظرها حاليا مراكز التحكيم الدولي في الخارج، أبرزها قضية المراجل البخارية. فمن يتحمل مسؤولية إهدار المال العام؟ وكيف يتحمل المواطن فاتورة الخصخصة مرتين، مرة عند البيع البخس وأخرى مع التعويضات الضخمة المتوقعة؟ وإلى متى يستمر منشار الفساد؟ طالع واكل نازل واكل. خسائر فادحة لمصر في كل الأحوال، هذا هو حصاد عمليات الخصخصة وبيع الشركات والمصانع المملوكة للدولة التي بدأت أواخر القرن الماضي بعد التصريحات التي أدلى بها المستشار عزت محمود عودة رئيس هيئة قضايا الدولة في حوار له مع جريدة الأهرام، والتي قال فيها إن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصر أمام التحكيم الدولي من قبل المستثمرين الأجانب وصل عددها إلى 37 قضية تطالب بتعويضات تبلغ 100 مليار جنيه ليصبح نصيب كل مواطن مصري من هذه التعويضات ما يقرب من 1100 جنيه. وتبرز قضية المراجل البخارية كإحدى أهم القضايا المنظورة حاليا، والتي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها للمستثمر الهندي الذي قام بمقاضاة مصر أمام مركز الاستثمار الدولي في الولايات المتحدة. لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي جاء بسبب صدور أحكام قضائية متعددة تقضي ببطلان عمليات بيع الشركات والمصانع الحكومية، وهو ما يعني وجوب استرداد الدولة لها بسبب بيعها بثمن بخس في عهد مبارك. وفي حال حصول المستثمرين على أحكام قضائية لصالحهم تصبح مصر خاسرة في جميع المراحل، الأولى عند بيع الشركات والمصانع بأثمان بخسة، والثانية بعد قيام المستثمرين الأجانب بتقليص العمالة وإصدار قرارات فصل بحق العمال والموظفين الذين أصبحوا بلا مصدر دخل، والثالثة بعد اللجوء للتحكيم الدولي الذي سيكلف مصر مليارات الجنيهات. اللافت أن الحكومة المصرية لم تسترجع أي من تلك الشركات والمصانع التي صدر حكم بإعادتها للدولة حتى الآن، رغم أن رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل يقضي عقوبة الحبس لمدة عام بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة. كما أقرت الحكومة السابقة قبل استقالتها تعديلات على قانون الاستثمار تقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط، وذلك لمنع أي مواطن من اللجوء للقضاء إذا ما رأى فسادا في تلك العقود. إذن هنالك حوالي 37 قضية تنظرها حاليا مراكز التحكيم الدولي في الخارج بجانب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، وطبعا أبرز قضية المراجل البخارية التي تحدث عنها التقرير، وقررت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندي، والمستثمر رفع القضية أمام المحاكم الدولية. لكن في تصريحات سابقة مثلا من الدكتور محمد عبد الرؤوف أمين عام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، قال أنه ما قد تدفعه مصر من تعويضات ربما يصل إلى 36 مليار دولار. اللي قاله رئيس هيئة قضايا الدولة بيتكلم عن 100 مليار جنيه يعني حوالي 14 مليار دولار، لكن التصريحات السابقة بتحدث عن 36 مليار دولار. أمال احنا كسبنا قد ايه لما هندفع تعويض 36 مليار دولار؟ قبل أن نناقش هذا الموضوع نريد أن نعرف أيضا آراء مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذه القضية، ونتحول إلى الزميل عمرو حسن. عمرو اتفضل. الأخ عزيزي، هو يعني معظم التعليقات سلمت بأنه خلاص احنا ندفع المبلغ المطلوب، لكن هي الوسيلة هي الفكرة، كيف سندفع هذا المبلغ؟ محمد أبو ريان عنده اقتراح بيقول ممكن نسددها من زيادة أسعار الغاز المنزلي اللي تقررت. عمرو إيهاب يقول قل للسيسي وشلته يدفعوها، مش هم اللي عملوا كده. التدوينة التالية من سيف يقول أكيد هيقولوا المستثمرين دول إخوان اللي رفعوا القضية اللي ب 100 مليار. طارق نصر يقول عشان كده عمالين بيقبضوا على الناس ويطلعوهم بكفالات، مصدر آخر للدخل. التدوينة التالية تقول
اتقال يا شعب الكبير جاي. أما على تويتر دكتور عاطف الشيخ يقول شوفوا مين اللي عمل عقود دي وادفعوا له التعويضات، ولا أنتوا تسرقوا الشعب، ولا أنتوا تسرقوا والشعب هو اللي يدفع، من المسؤول عن دفع هذه المبالغ إذن؟ التدوينة التالية من حمادة يقول القضاء هو السبب، لما أغلب قضايا التهرب وغسيل أموال بيحكم فيها بالبراءة، حتى اسألوا ساويرس. بالتأكيد هذه وجهة نظر حمادة نزيه. عمرو عاطف يقول وهي الحكومة هتجيب منين؟ مالهاش تاج قال مفيش. طيب احنا عارفين التعريض ده رايح لمين. دكتور عاطف يقول شوفوا مين اللي عمل العقود دي وادفعوا له التعويضات ولا انتوا تسرقوا الشعب هو اللي جاي. مصادر متتاليه، ادعوكم لزياره موقعنا هتلاقوا مصادر كتير قوي للدخل بيرشحها المتابعين على موقعنا. زين، شكرا جزيلا عمرو حسن. وينضم الينا عبر الهاتف لمناقشه هذا الموضوع من لندن الاستاذ صباح مختار رئيس جمعيه المحامين العرب بلندن. لعلك تتابع هذه القضايا، في 37 قضية متوقعة، ما هي فرص مصر في التوصل إلى حلول وسط في هذه القضايا؟ أولا بالنسبة إلى التحكيم الجلدي، أساسه دائما هو العقد. عقود الاستثمار التي تم عقدها بين مصر والمستثمرين الأجانب يجب أن تتضمن نصا يقضي بالتحكيم في حالة الخلاف، وفي هذه الحالات يمكن الذهاب إلى التحكيم الدولي. وعلى ما يبدو أن القرارات التي اتخذتها السلطات المصرية خالفت في رأي المستثمرين الاتفاق المبرم بين المستثمرين والدولة المصرية، لذلك ذهبوا إلى التحكيم. المسألة هي أن الآن يترتب على الدولة المصرية والحكومة المصرية أن أولا حينما تبلغ بقضايا التحكيم أن ترد عليها وتتولى موضوع أما الدفاع أو تعيين محامين أو شيء من هذا القبيل. طيب فيما يتعلق بأنه فيه محاكم مصرية حكمت ببطلان هذا البيع لما فيه من إجحاف ب حق الدولة وحق المواطن المصري، إذا صدر حكم قضائي وطبقته الحكومة المصرية، هل في هذا ألا يؤخذ هذا الحكم بعين الاعتبار في قضايا التحكيم الدولي ولا كأنه لم يكن؟ لا، بدون أدنى شك في قضية التحكيم إذا النزاع القائم بين الدولة والمستثمر، الدولة بالتأكيد ستقول أن هناك أعمال سيادة وأن هناك قرار من القضاء المصري وأن الدولة ملزمة باتباع القرارات التي تصدرها المحاكم، وبالتالي هذا سيكون هو الدفع الذي تقدمه الحكومة المصرية فيما يتعلق بهذه عقود الاستثمار هذه. ولكن أن يقبل هذا الدفع أو لا يقبل، المسألة تعتمد على رأي المحكمين، لأن المسألة هي ليست فقط أن يكون هناك قرار من القضاء يعتبر أن العقد باطل أو أن العقد ملغي أو يلغي العقد، هناك حقوق للمستثمر الذي دخل إلى مصر مستثمرا أمواله في الاقتصاد. طبعا هذا لا يعني أنه يجب أن يكون هناك استغلال أو أن تكون العقود المبرمة بين المستثمرين والحكومة المصرية هي عقود متحفة بحق الشعب، ولكن أيضا في نفس الوقت لا يمكن قبول فكرة أن يستدعى مستثمر للاستثمار في دولة ما، ثم تقوم الدولة بعد ذلك بعد أن يضع أمواله هناك تقوم الدولة بإلغاء هذا العقد. لكن المعروف في فترة الخصخصة في مصر ان مصانع ومنشآت بيعت باقل حتى من قيمه العقارات، يعني قيمه الارض بتاعتها، يعني بيعت باثمان بخسه للغايه. هذه الاشياء اذا ثبت للمحاكمين الدوليين ان السعر لم يكن سعرا عادلا وقت البيع، وانه فيه نوع من التلاعب حدث سواء كان بين المستثمر اضطر إليه أو لم يضطر إليه، أنه في نوع من التلاعب بمقدرات الشعب حدثت، ألا يؤخذ ذلك أيضا بعين الاعتبار؟ لا شك أن ذلك سيؤخذ بنظر الاعتبار، لأنه أولا من حيث المبدأ القانون لا يجيز الاستغلال، أي لا يمكن لشخص أن يشتري مشاريع
بأقل من ثمن الأرض أو بأسعار متدنية بدرجة غير معقولة. هناك اعتبارات تجارية نعم، ولكن أن يكون هناك استغلال فاحش فذلك ما لا يوافق عليه القانون. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، إذا ثبت أن هناك سلوك غير سليم، كأن تكون هناك رشاوة وأن يكون هناك إخلال بالقانون، فستكون هذه جزء من الدفوع التي ستقدمها الحكومة المصرية إلى المحكمين ضد. ولكن عادة ما تقبل هذه الدفوع، يعني مثل هذه الدفوع، أنه السعر كان غير عادل، أنه في إضرار بمصالح الشعب، مثل هذه الدفوع هل تقبل عادة ولا لا تقبل؟ بصورة عامة تقبل كما ذكرت، أنه تعتمد على درجة الإساءة، تعتمد على درجة البخس، السعر البخس. ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني أن هيئة التحكيم لا تستطيع أن تطلب من الحكومة المصرية أن تعيد الأموال التي استثمرت دون الأرباح مثلا، يعني من غير يعني العملية هي عملية تجارية بين دولة ومستثمر، وبالتالي لا يمكن تصور. هذا ليس عقد بين شخص بالغ ومثقف وخبير تجارة مع طفل. طيب هل عقود بين دولة وبالتالي يفترض أن لديك الكفاءة؟ أما إذا ثبت أن هناك تلاعب كما ذكرت، ما هو لو كان في كفاءة ما كانتش قامت ثورة، يعني هو يعني الثورة قامت لأنه الشعوب نهبت ثرواتها وبالتالي شعروا بأنه البلد بتأخذ منهم. لكن هل هذا التحكيم إجباري أم اختياري؟ يعني إذا رفضت مصر التحكيم الدولي، يعني إذا قالت إحنا مش رايحين رغم أن العقد بيقول في تحكيم دولي، ولا طالما قالوا في العقد انه في تحكيم يبقى لازم يكون في تحكيم؟ يا سيدي، حتى في المفاهيم الاسلاميه والعربيه العقد شريعه المتعاقدين. تمام. فاذا ما اتفق طرفان على عقد واتفقوا على انه في حاله الخلاف او النزاع يذهب الى التحكيم، فهذا الشرط ملزم. اما كيف ينظر الى الخلاف وكيف ينظر الى الاساءه وما هي التعويضات التي يمكن دفعها، هذه كلها مسائل تنظر ضمن نطاق القضية بحد ذاته. أشكرك شكرا جزيلا صباح مختار، رئيس جمعية المحامين العرب بلندن، ومعنا أيضا عبر الهاتف علاء البحار الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية. قضية المراجل البخارية معروفة، لكن أيضا هنالك قضايا أخرى. ما هي أبرز القضايا التي يمكن أن يغرم فيها المصريون هذه المليارات من الدولارات؟ هي في الحقيقة يعني أكثر من 37 قضية في هذا الإطار. يعني يكفي أن أقول لك يعني قضية واحدة، أذكر قضية واحدة هي قضية أرض العياط اللي هي اتخذت يعني تقريبا تم بيعها بخمس ملايين جنيه، وهي سعرها الحالي حسب تقديرات وزارة المالية ولجنة مشكلة من مجلس الوزراء 48 مليار جنيه، وهناك خلاف كبير حول هذه القضية. تخيل بقى أرض بخمسة ملايين، ودي اتباعت لمين؟ التقديرات الحقيقية بيعت للشركة المصرية الكويتية، وهي شركة كويتية بمشاركة مصرية تشارك فيها، يشارك فيها مستثمرون. بس دي هل دي من ضمن قضايا النزاع في التحكيم الدولي؟ لا طبعا هذه القضية العقد فيها يتيح للمستثمرين اللجوء للتحكيم الدولي، وما حتى لكن الان لكن اصل ان الارض ما زالت مع الشركه الكويتيه المصريه. احنا طبعا بالطبع هي مع الشركه الكويتيه، بس في كارثه كبيره لانه يعني اذا هي ليست محل نزاع، يعني حاليا لا محل نزاع. وتنظرها هيئه المنازعات التابعه لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء ينظر عشرات القضايا من مثل هذه القضيه وغيرها من القضايا سواء التي تم تحويلها بالفعل للتحكيم الدولي او يتاهب المستثمرون لتحويلها للتحكيم الدولي. طيب هذه عن ارض العياط، ماذا عن قضيه المراجل البخاريه؟ دي قضيه المراجل البخاريه مثل قضيه الكتان وغيرها من الشركات التي تم خصخصتها وتم بيعها بطريقه فاسده من النظام السابق، وعليها خلافات كبيره الان، والاحكام تقضي بعودتها الى الدوله مره اخرى. هذا الحكم في صالح العمال لكنه ضد المستثمرين. الخطير اننا الان نتحمل ارث
نظام فاسد بالكامل. يعني قضية الكتان دي اللي محبوس بسببها رئيس الوزراء هشام قنديل. صحيح رئيس هشام قنديل، وهناك عشرات القضايا لأنه هو حبس. نعم. لأنه رفض تنفيذ الحكم، مش كده ولا إيه؟ لا هو مش رفض تنفيذ الحكم، هو لم ينفذ الحكم، هناك فرق، ولم ينفذ الحكم كرئيس وزراء، وللأسف تم تسييس القضية. يعني وزير الداخلية عليه قضايا برضه مثل هذه، يعني في مثل هذه القضية. لكن هو لو كان نفذ الحكم، لو كان نفذ الحكم كانت قضية الكتان هتكون من ضمن قضايا التحكيم الدولي أيضا، صح ولا لا؟ بالطبع. يعني هي كل القضايا التي حولت للتحكيم الدولي تدل على فساد كبير من النظام السابق. الخطير الآن أن نفس النظام موجود، يعني النظام ما بعد الثورة كان الطبيعي أنه يعالج مثل هذه القضايا ويرد للمصريين حقوقهم وثرواتهم في مثل هذه القضايا، والتعويضات في مثل هذه القضايا تزيد على 100 مليار جنيه. يعني احنا دلوقتي بنتحدث عن اعباء اضافيه على الاقتصاد المصري الذي يعاني اصلا اذا لم تسوى هذه القضايا. لكن اشكرك شكرا جزيلا علاء البحار الخبير بالشؤون الاقتصاديه، وما زلنا معكم مشاهدينا في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. صحفي الجزيرة يمثلون أمام المحكمة للمرة السابعة، ومباراة لكرة القدم وصور لأضاحي العيد ضمن أحراز القضية، وعبد الله الشامي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 93. عشرات الأسئلة من عشرات السائلين إلا أن اسأل. أي كلام عن استكمال ثورة، صناعة ثورة جديدة، فهو للأسف الشديد دبر لكي نمشي على خطى 25 يناير بأستيكة. الوكيل خرج على حدود التوكيل الذي حصل عليه، فصاحب الوطن الشعب مصدر السيادة قرر أن يسترد هذا التوكيل. إمتى هيقوم الشباب بثورة؟ سواء في 25 يناير أو في 30 يونيو كموجة ثورية ثانية ثم لا تتدحرج في حجر العسكر. عبد الله الشامي، الجزيرة، رابع العدوية، القاهرة. قصة والد حزين حرم من ولده وظلم ولده وهو يؤدي عمل حر، عمل صحفي ينقل الحقيقة للناس. عبدالله بإضرابي عن الطعام وتعريض حياتي للخطر هو يعني يقدم صرخة للعالم الحر. فنحن الصحفيين بفهم يستبطن دروس التاريخ وبعقل يستوعب أصالة الفكر والمعرفة نمد جسوراً للتواصل مع الحاضر ونفتح آفاقاً لاستشراف المستقبل. مركز الجزيرة للدراسات من أجل فهم أفضل للواقع وخدمة قضايا المجتمع. المستقبل لم يكتب بعد، المستقبل يبدأ من هنا. مركز الجزيرة للدراسات. أقرب إليكم حين يسكن ليل العالم ويبقى ليل القاهرة صاخبا، نكون معكم كل ليلة في مصر الليلة.
شاهد صفحتنا على اليوتيوب لكل ما يتعلق بالمشهد المصري مع 13 مليون مشاهد. youtube.com/AJM مصر. ومنتظرين برضو من السيسي ان رشا عارف رئاسة الجمهورية، هنفوضه وهندعمه. انقلاب يساوي الارهاب، نهايتهم معروفة. اي ظهور تعامل معها بقوة مهما كانت القصة. شرطة وجيش مصر انه يعدي الحمام. احنا في بلد لا دنيا قامت ولا دين قام. محدش مطلع للغلبان، حسبي الله ونعم الوكيل. حظر النشر في قضية التخابر المتهم فيها مرسي، والمحكمة تنتدب أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعهد مبارك في لجنة فض الأحراز، والدفاع يعترض. فما الذي تسعى المحكمة لحجبه عن الرأي العام؟ وكأن المصائب لا تأتي فرادى، 100 مليار جنيه خسائر متوقعة للاقتصاد المصري في 37 قضية تحكيم دولي تتعلق بالخصخصة. هل هنالك مخارج قانونية أم سيدفع المصريون ثمن الفشل في عهد مبارك؟ صحفي الجزيرة يمثلون أمام المحكمة للمرة السابعة، ومباراة لكرة القدم وصور لأضاحي العيد ضمن أحراز القضية، وعبد الله الشامي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 93. بعد أكثر من عام ونصف العام على ظهورها الإعلامي وسخرياتها الفاضحة من رموز الثورة، حبس الراقصة سما المصري وإغلاق مكاتب قناتها فلول بعد خناقة مع مرتضى منصور، فلماذا الآن؟ وهل بدأ النظام يأكل أبناءه وبناته؟ أهلا بكم من جديد في مصر الليلة، وأرحب بزملائي في التقديم في هذا القسم البرنامج، الزميل عمرو حسن في مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا عمرو. زين. الزميل توفيق شتاء فكالمعتاد يخبرنا موجز الأخبار. أهلا توفيق. شكرا زين. طيب. وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. أصيب شخصان في حادث انفجار قنبلة بدائية الصنع داخل بدروم في شارع الملكة بمحافظة الجيزة، وقال بيان لوزارة الصحة إن المصابين نقل إلى مستشفى بولاء الدقرور لتلقي العلاج اللازم. أجلت جنايات القاهرة قضية صحفي الجزيرة لجلسة 3 مايو المقبل، وطلبت من النيابة ندب مترجمين من وزارة العدل لترجمة الاسطوانات. كما قررت المحكمة تمكين زميل محمد فهمي من الحصول على العلاج اللازم لكتفه طبقا لتقرير طبيب السجن. وصرحت المحكمة للدفاع بالحصول على صورة من التقارير والاسطوانات المرفقة بالقضية. في محافظة المنوفية قضت محكمة جونح شبين الكوم بالسجن على 51 من رافضي الانقلاب العسكري، حيث حبس 26 منهم 4 سنوات و6 أشهر وغرامة ب50,000 جنيه، من بينهم عدد من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية بتهمة التحريض على العنف والاعتداء على مبنى المخابرات، فيما حبس 25 معتقلا من رافض الانقلاب 4 أعوام بتهمة التجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وتهديد السلم والأمن العام. أعلن معتقل الحرية في سجون مصر أن أكثر من 16,000 معتقل انضموا إلى انتفاضة السجون في 30 من الشهر الجاري، وكشف المعتقلون أن انتفاضتهم ستشمل الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل الزنازين وعدم الخروج للتريض أو المثول أمام جهات التحقيق احتجاجا على الاعتقالات العشوائية وتلفيق التهم وعمليات التعذيب. كما أكد المعتقلون تلقيهم رسائل تضامن من منظمات حقوقية وقوى سياسية وشخصيات وطنية. خرجت عدد من التظاهرات الليلية في عدد من المحافظات للتنديد بالانقلاب العسكري، وهذه مشاهد حية مشاهدينا الكرام لعدد من الفعاليات. والله يا اخوة اخواتكم في البيوت والله مستنيين
كما انطلقت اليوم العديد من الفعاليات المناهضة للانقلاب في العديد من الجامعات، ففي جامعة الأزهر بالقاهرة رفع المشاركون لافتات منددة بما سموه حكم العسكر، كما رددوا الهتافات المطالبة بعودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين. وقد شهدت المظاهرات اعتداءات من الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع. كما نظمت حركة طالبات ضد الانقلاب بجامعة الأزهر فرع تفاهم الأشراف وقفة رافضة للانقلاب، وطالبت المشاركات بعودة الشرعية وإقالة شيخ الأزهر ورئيس الجامعة. طرد طلاب بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر فرع دمنهور محافظ البحيرة ومبعوث المفتي وسط هتافات مناوئة للانقلاب العسكري. وكان المحافظ مصطفى هدهود ومبعوث مفتي الجمهورية قد دعي لحضور حفل ختام العام الدراسي بالكلية قبل أن يهاجمهما الطلاب بالهتافات، مما اضطرهما لمغادرة الكلية. دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى التظاهر غدا أمام نوادي الشرطة والجيش والمؤسسات القضائية في إطار ما سموه أسبوع مصر مشتكية. وأكد التحالف في بيان أنه سيواصل الثورة والنزول إلى الشارع ولن يسمح بأن يرث العسكر ما أخفق نجل مبارك في وراثته وفقا للبيان. وأضاف التحالف أن نتائج الانقلاب باتت واضحة بانعدام الصحة والخدمات والأمن وغياب العدل والتعليم والحقوق والحريات. وأشار كذلك البيان إلى أن الطبقة الفاسدة تتضخم ثرواتها وتفرض الفقر على الشعب بسرقة خيرات الوطن واغتصاب السلطة. انتهى مشاهدينا الكرام موجز الأخبار. الآن نعود للزميل زين العابدين. زين، شكرا توفيق. نتوقف كالمعتاد مرة أخرى مع عمرو حسن ليعرف المشاهدون كيفية المشاركة في مصر الليلة والقضية التي سنطرحها في هذه الساعة. تفضل عمرو. شكرا زين، ونجدد التحية بكل متابعي مصر الليلة والمشاركين عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة، وبالتأكيد عبر موقعنا على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تماما كما تظهر على الشاشة أمامكم. ونذكر بالقضايا المتبقية لحلقة اليوم، وبالتأكيد نبدأها مع قضية استمرار اعتقال زملائنا الصحفيين في الجزيرة الإنجليزية وأيضا عبد الله الشامي من الجزيرة العربية. ونتحدث اليوم عن هل أصبحت الصحافة جريمة تتهم؟ من ضمن الأدلة المطروحة كانت رؤوس مواشي ونوادي مفتوحة، هل هذه هي الأدلة التي تدين الصحفيين؟ ومن معتقل إلى آخر حيث تعتقل سماء المصري، مش عارف الحقيقة الزميلة ولا الإعلامية، لكن هي قناتها أيضا أغلقت في ذات السياق ضمن تهديد من بغلق 56 قناة فضائية أخرى. فهل يأكل النظام أبناءه؟ هذه تعليقات نستقبلها بالتأكيد في مصر الليلة، فتابعونا. إليك زين. لو أنت كنت شغال إيه قبل الجزيرة يا عم؟ إعلامي. أشكرك شكرا جزيلا. إذن بعد جلسة محاكمة سادسة و150 يوما في سجون الانقلاب، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بترى تأجيل محاكمة صحفي الجزيرة المعتقلين في مصر إلى جلسة 3 مايو المقبل. حتى الآن لم تعرض النيابة أي مقاطع فيديو أعدها المتهمون وعرضت على شاشات الجزيرة، بل اكتفت بعرض مقاطع مصورة لتقرير وثائقي عن الصومال أعده الزميل بيتر أغريست وأذيع في قناة بي بي سي التي سبق وأن عمل بها وفاز عنه بجائزة دولية. كما عرضت في الجلسة السابقة مقاطع من قناة سكاي نيوز. ويبدو في هذه المحاكمة كما يقول صحفيون كثيرون في العالم أن تكون صحفيا بات جريمة في مصر، فمتى تفهم سلطة الاستبداد أن الصحافة ليست جريمة؟ وإلى متى تصم أذانها عن نداءات حقوقية ومنظمات دولية تدين هذه المحاكمة وتعتبرها هزلية؟ تخيل عالما بحقيقة مزيفة. تخيل أن يحبسك أحد ما في الظلام حتى لا ترى الأحداث من حولك.
تخيل أن تجبر على الصمت في وقت قد تنقذك فيه كلمة. ما تخيلته هو بالضبط عالم يقيد فيه الصحفي فلا يسمح بنقل الحقيقة. جزء من حملة شارك فيها نخبة من أبرز المحطات حول العالم في محاولة لاختراق هذه الأسوار والمطالبة بالإفراج عن صحفي الجزيرة المعتقلين بيتر ومحمد وباهر إضافة للشامي. للمرة السابعة يقف صحفي الجزيرة وراء القضبان أمام القاضي حيث يواجهون تهما بدعم الإخوان المسلمين، فلا هم دعموها وفقا للأدلة ولا الجماعة إرهابية وفقا لرئيس الوزراء الأسبق. هذا في الوضع القانوني في مصر هذا موقف سياسي وليس قانوني. إذن ما الذي استندت إليه أدلة الاتهام؟ أشرطة من تقارير في الصومال وأخرى عن الملاعب المصرية وأضاحي العيد. اللي حصل أن تعرض أدلة ملهاش أي علاقة بالقضية ولا لها أي علاقة بالتهم، أدلة كلها يعني ما مش مرتبطة بالموضوع بتاع القضية، يعني تقرير عن الأوضاع في كينيا والصومال. أدلة اليوم كانت صوراً لمراسلين مع الرئيس المعزول محمد مرسي وعصام العريان، لكن إذا كانت تلك تهمة توجب الاعتقال فلا بد للكثيرين من مشاركتهم في ذات القفص، فالرجل كان له حوارات أطول بكثير مع الجماعة المتهمة بالإرهاب. تتزامن المحاكمة مع 252 يوما قضاها عبد الله الشامي في المعتقل بتهم مماثلة، واليوم هو 90 في إضرابه عن الطعام. بالنسبة للشامي معركة الأمعاء الخاوية لا تعنيه بشيء سوى أن قصصا إنسانية كان يجب لها أن تروى، لكن راويها كان مكمما مكبلا خلف القضبان. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور حسن سعيد المجمر مسؤول العلاقات الخارجية في إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة. أهلا وسهلا بك. وأرحب أيضا بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي. أهلا وسهلا بك. ومعنا عبر الهاتف من القاهرة شعبان سعيد محامي المتهمين. أستاذ شعبان أبدأ بك، بداية ماذا حدث في جلسة اليوم؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير. الحقيقة في جلسة سابقة أنا كنت متمسك بفض الأحراز وعرض جميع المواد الفيلمية المحرزة والمقال أنها دليل إدانة ضد المتهمين. وطبعا المحكمة استجابت لذلك، ولكن بالجلسة السابقة بدأت في فض الأحراز، وكانت هذه الأحراز عبارة عن خيول وبعض المنشورات الإخبارية بكينيا وأقراص مدمجة لا تخص الدعوة، ووجدنا أنها عطلة للدفاع وللمحكمة، فالمحكمة قررت انتداب عضو اليسار ليقوم بهذه المهمة وبالتنسيق مع النيابة العامة في حضور الدفاع. ولكنني عندما توجهت للنيابة العامة وأرسلت محاميا من مكتبي تقدم بطلب لكي نعلم ميعاد فض الأحراز، فالنيابة أخبرته أنه تم فض الأحراز بالفعل وانتهوا من ذلك، وهذا مخالفا للقانون. القانون بيقول أنه حضرتكم كمحامين عن المتهمين لازم تحضروا فض الأحراز. طبعا، لأنه إجراءات محاكمة في الجنايات لابد أن يحضر المتهم ودفاعه. أن تقوم المحكمة بفض الأحراز في غيبة المحامي ما يخالف أصل من أصول المحاكمات الجنائية. طيب. فبجلسة اليوم تمسكت ببطلان جميع الإجراءات التي تمت في غيبتنا، وقررت ما قررته في بداية المداخلة أن ذلك يخالف قانون الإجراءات الجنائية ويعد باطلا بطلانا مطلقا، لأن ذلك مخالفة الأصل جوهري من أصول المحاكمات. طيب. وقررت أن ذلك يشككنا في صحة فض وسلامة هذه المسألة، سيما وأنه لم يظهر للدفاع من الاسطوانات اللي عرضت قبل كده بعض الأشياء التي تدين المتهمين جميعا. يعني هل في أشياء عرضت في الجلسة اللي حضرتكم حضرتوها في فض الأحراز ثم اختفت في بعد ذلك حينما فضت النيابة الأحراز بمعرفة العضو اليسار؟ لا، أنا ما قلتش كده. أنا قلت أنه عرضت بعض الاسطوانات المدمجة وكانت لا تحوي دليلا،
وبعد ذلك تم الفض في غيبة الدفاع. الأمر الذي يشككني كدفاع إذا كان هيدس علي دليل أو ما إلى ذلك، وأنا قررت ده في وقررت أن النيابة هي الخصم لي في هذه الدعوة، هي التي قدمت الدعوة للمحكمة، فكيف تقوم النيابة بفض الحرس وإعادة تحريزه مرة أخرى؟ وما الفائدة من ذلك؟ الفائدة أنه يكون الدفاع موجود. طيب. كي يناقش هذا الدليل. هل لمستم تجاوبا من المحكمة إزاء هذه الطلبات التي قدمتموها ببطلان عملية فض الأحراز؟ الحقيقة المحكمة بتستجيب لكل طلباتنا، رغم أنه طبعا المتهمين والدعوة برمتها يعني الظلم بدأ في الدعوة نفسها وفي نشأة الدعوة، إنما طبعا المحكمة مستجيبة لجميع طلبات الدفاع، وطبعا العدالة سوف نلمسها في الحكم، لكن أثناء المحاكمة المحكمة بتستجيب. طيب فيما يتعلق بهذه الأحراز، هذه الأحراز الآن التي فضت دون علمكم، هل يمكن لأي محكمة أن تستند إلى أي ثغرة في القانون للاعتماد عليها على أساس أنها دليل، أم أنها خلاص أصبحت خارج أدلة القضية؟ والله بمجرد ما أنا تمسكت ببطلان جميع هذه الإجراءات أصبحت هذه الإجراءات باطلة، وأي دليل مستمد منها باطل، فأنا تمسكت بحقي، ومن المفروض على المحكمة أن تعيد هذه الإجراءات مرة أخرى. أما إن لم تفعل المحكمة ذلك فكانت قد وقعت في هو مخالفة القانون، وإن أدان المتهمين فهناك محكمة النقض التي تراقب محكمة الموضوع فيما. طيب لكن فيما يتعلق بالأحراز نفسها، طالما أنها فضت، هل يمكن إعادة، كيف يمكن إعادة الإجراءات طالما أن الأحراز فضت؟ ما الذي يضمن أنه لم يحذف منها ولم يضف إليها؟ والله إذا رأي أنا شككت في ذلك في محضر الجلسة، إذا حدث ذلك فأنا أثبتت في محضر الجلسة إثباتا لحقوق المتهمين. هذا ما يستطيع الدفاع أن يفعله. أشكرك شكرا جزيلا. وبدأت المحكمة بعد ذلك في عرض بعض الاسطوانات المدمجة، ورأينا أنها لا تحوي أي دليل، وكذلك كنت طلبت عن بعض المتهمين إحالتهم للطب الشرعي لبيان عما إذا كان بهم إصابات من الاعتداء عليهم من عدمه، والمحكمة استجابت والتقرير لم يرد. شكرا جزيلا لك. وحتى الآن التقرير لم يرد. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ شعبان سعيد، محامي المتهمين، محامي زملائنا في الجزيرة، التي كانت محاكماتهم اليوم. وأرحب بضيفي أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من نيويورك، البروفيسور لوني إيزابيل، أستاذ الصحافة بجامعة كولومبيا ومدير تحرير جريدة نيوز داي في نيويورك. سيد إيزابيل، أهلا وسهلا بك. تعليقك على هذه القضية التي ربما يدينها الصحفيون في مختلف أنحاء العالم. أسعد مساء وشكرا على دعوتي لهذا البرنامج. أود أن أقول في البداية أن هذه المحاكمة هي تظهر ما يحدث في أماكن مختلفة من العالم، حيث يتعرض الصحفيون الذين يغطون الأحداث دوليا، ومحاولة الوصول إلى الأخبار. وأعتقد أننا يجب أن نتأمل، نقف ونتأمل عندما تقوم أو تحاول الدول أو الحكومات التحكم بتدفق المعلومات ووصولها إلى المشاهدين. لذلك أعتقد أن هذا ما يحدث في هذه المحاكمة وفي هذه القضية، فهي محاولة للسيطرة على تدفق المعلومات، وأعتقد أن هذا خطأ وغير صحيح، وكذلك هذا ربما غير صحيح بالنسبة للمواطنين في مصر. ولذلك أنا أنظر إلى هذه المحاكمة بأنها محاولة من قبل الحكومات لإسكات الصحفيين الذين أصبحوا أكثر تشككا فيما يتعلق
إرسال المعلومات بطريقة أسرع لأكبر قدر من الناس، وأعتقد أن هذا ينطبق على الوضع في مصر كذلك. يعني هل هذه المحاكمة تعكس أيضا الحالة التي وصلت إليها الصحافة في مصر بحيث تصبح مصر ثالث أخطر دولة في العالم وتحتل مركز كبير في ما يتعلق، مركز متقدم جدا فيما يتعلق بحبس الصحفيين؟ Yes, and I think this is something that we. نعم أنا أعتقد أن هذا يجب أن ندرك بأن. Not a position that Egypt had been in. أن هذا الوضع لم يكن في مصر سابقا حتى أثناء حكم الرئيس السابق مبارك، حيث أن هذا القمع الذي تعرض له الصحفيون أصبح أكبر. ويعكس ما يحدث في دول أخرى مثل تركيا وأثيوبيا والمكسيك كذلك، حيث تقوم الحكومة وجهات أخرى بالسيطرة والتحكم بالصحفيين، وأحد الطرق هي من خلال اعتقالهم وحبسهم وأن يتم محاكمتهم من دون وجود أدلة فعلا تثبت أنهم اقترفوا هذه الأفعال. يعني من ضمن الأدلة فيديوهات التي عرضت اليوم، فيديوهات ليس لها علاقة بعمل الصحفيين الثلاثة في الجزيرة، منها أضاحي للعيد، منها فيديوهات مصورة في كينيا وفي دول أخرى في الواقع، هذا عن الأدلة. لكن ما هي الإجراءات التي ينبغي على الجماعة الصحفية في العالم، الجماعة الصحفية الدولية، أن تتخذها إذا ما يجري في مصر وما تتعرض له الصحافة في مصر؟ أعتقد أن أحد الأمور التي يمكن أن يقوم بها الصحفيون هو أن يعبروا عن رأيهم وأصواتهم، وأن يكونوا مصرين على نقد ما تقوم به الحكومة والجهاز القضائي من في محاولة سيطرتها على الصحفيين. وأحد الأمور التي يمكن أن نقوم بها بأن نعبر بشكل أكبر وأن نتناول الموضوع بشكل أوسع، ليس فقط على قناة الجزيرة بل على CNN والبي بي سي وسكاي نيوز. أعتقد أن هذا يحدث، لكن ينبغي القيام بمزيد من الأمور، ويجب أن يعرف أن العالم وأن يتم وضع ضغوطات على الحكومات واستخدام هذه الأساليب وضغط على الحكومات لإتاحة المجال لمزيد من الحرية. أعتقد أن الأدلة والأحراز هي مضحكة، فلا يمكن حبس أشخاص لوجود فيديوهات عن الخيول أو ربما عن الحيوانات وكذلك ما تقارير تتعلق بكينيا. أعتقد أن هذه أمور هزلية، ووجود هؤلاء الأشخاص في السجن ولا يستطيعون مواصلة عملهم كصحفيين أو يكونوا عند عائلاتهم أحرارا. أرجو أن تبقى معنا السيد ليونيل إيزابيل، أستاذ الصحافة بجامعة كولومبيا، وأعود إلى ضيوفي في الاستوديو دكتور حسن سعيد المجمر، مسؤول العلاقات الخارجية في إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة، والأستاذ أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي. ودعني أبدأ بك دكتور حسن، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجزيرة لحماية صحفيها من مثل هذه المواقف؟ الجزيرة عندها عدد كبير من الإجراءات تتخذه من خلال غرفة الأزمات التي تشارك فيها إدارات مختلفة داخل الجزيرة، تعنى بأمن وسلامة الصحفيين والعمل على مساندة الصحفيين في مختلف مناطق التغطية، سواء كانت في النزاعات المسلحة أو في الأزمات كما يجري في مصر. هنالك إجراءات عديدة من خلال يتم اتخاذها من خلال ثلاثة محاور: محور حقوقي وقانوني، ومحور إنساني اجتماعي، ومحور إعلامي. في المحور القانوني كما تفضلت باستضافة محامي الزملاء في مصر، تحدث عن إجراءات القانون التي يقوم بمتابعتها في إجراءات القضائية، سواء كان في قبل المحاكمة كما يجري مع الزميل عبد الله الشامي، أو أثناء المحاكمة كما يجري مع الزملاء الثلاثة من الجزيرة الإنجليزية. وفي الجانب الحقوقي تتم أعمال كبيرة تبدأ بالاتصال بالمنظمات الحقوقية بإعلامها بإجراءات المحاكمة، هل هي في وجهة نظر إدارة الحريات من خلال
درايتنا بالمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، هل هي تتماشى مع المعايير الدولية حقوق الإنسان تماما مع معايير المحاكمة العادلة؟ هل أتيح للمتهمين أن يتمتعوا بضمانات حقوق المتهم أمام المحكمة التي تجري المحاكمات التي تجري في مصر؟ وكذلك يتم حشد الدعم من هذه المنظمات وطلب ابتعاث محامين ونشطاء حقوقيين لمراقبة هذه المحكمة وتقييم الإجراءات من داخل المحكمة ومن خلال لقاءاتهم بأسر هؤلاء الضحايا. وكذلك يتم التنسيق مع أسر ضحايا الزملاء المحتقلين وإعلامهم بكيفية رفع الشكاوى أمام آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان. لكن هل يتم توعيتهم بخطورة البيئة التي سيعملون بها بداية، وخصوصا بيئات الحروب؟ صعب، سهل ان انت تقول ان هو بيئات حروب فيها احتياطات معينة، لكن بيئة زي بيئة مصر لم تكن بيئة حرب وفجأة تحولت الى بيئة حرب. هل صحفي الجزيرة معد لهذا؟ انا جاوبت عن الشق الذي وجهت فيه السؤال، لكن فيما يتعلق بالحد الادنى لحمايه الصحفيين، اي صحفي يدخل الى قناه الجزيره يتم اعلامه بميثاق السلوك المهني لشبكه الجزيره، ثم يتم تدريبه نوعين من التدريب: التدريب المهني في مجال التحرير الصحفي، وتدريب امن وسلامه الصحفيين. وهذا يجتمع على اربع محاور: محور يتعلق بمفهوم الامن والسلامه وتطبيقاته، ومحور يتعلق بالإسعافات الأولية، محور يتعلق بأمن وسلامة المعلومات والاتصال كيف ينقل المعلومات والاتصال، ومحور يتعلق بخطة التعامل في منطقة الأزمة الخطر وكيف يستطيع أن يقوم بدوره. والأساس في كل هذا وقاعدة أساسية موجودة في الجزيرة أن الصحفي أهم من الخبر، يجب على الصحفي وهي قاعدة معمول بها في كل مؤسسات الصحفية التي تعمل. دعني أعود، لأن السيد لوني سيغادرنا بعد قليل، دعني أعود إليه بهذا السؤال. سيد لوني إيزابيل، أستاذ الصحافة في جامعة كولومبيا، برأيك لماذا لا يوجد في مصر الآن من المعتقلين من بين الصحفيين للشبكات الدولية سوى الجزيرة؟ أعتقد أن هنالك بعض الصحفيين المصريين الذين تعرضوا للاعتقال. صديقي يحيى غانم الذي يواجه حكما بسنتين بالأشغال الشاقة لمحاولته إجراء برنامج لتدريب الصحفيين، نعم هنالك تهديدات يتعرض لها الصحفيون، وهنالك أشياء أخرى تحدث لمنع الصحفيين من القيام بعمل. لذلك الجزيرة نعم هي استهدفت، ولكن هنالك صحفيين آخرين يواجهون صعوبات في القيام بعملهم، مثل الصحفي الأجنبي الذي كان يغطي محاكمة صحفي الجزيرة أجبر على المغادرة ولم يسمح له بحضور الأحراز. كذلك الصحفيون الآخرون الذين يعملون في مصر يواجهون القيود ويشعرون بالتهديد، وكما هو حال صحفي الجزيرة يمكن أن يتم اعتقالهم. ولذلك أعتقد أن هذا خطأ، لأن هذا يؤدي إلى إيجاد نظام يخشى فيه الصحفيون والناس في القيام بعملهم ويفكرون مرارا وتكرارا قبل القيام بذلك. سؤال: لماذا الصحفيون مهمون؟ ولماذا أشكرك. لا أعتقد أنهم يتميزون عن الآخرين، لكن الصحفيون هم مهمون لأنهم هم من يعتمد عليهم الناس في الحصول على المعلومات. شكرا جزيلا، أشكرك شكرا جزيلا. السيد الدكتور لوني إيزابيل، أستاذ الصحافة بجامعة كولومبيا. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي. هل نحن كعرب لدينا تساهل بشكل أساسي مع حرياتنا الصحفية؟ لأن أنت لما تيجي تبص على التضامن مع صحفي الجزيرة ستجده في كثير من البلدان في العالم، في كثير من المؤسسات، حتى في مؤسسات نزل من ليسوا عربا فيها إلى الشارع ونزل عدد قليل جدا من العرب للتضامن مع صحفي الجزيرة. هل مفهوم أنه حرية الصحافة يعني ما احناش مؤمنين به إلى الدرجة التي تجعلنا ندافع عن الصحافة وعن حريتها؟
لا ما خليني ما اطرحش المساله بهذا الشكل، انما طرحها الحقيقي ان هناك خط فاصل دائما ما بين الصحافه والسياسه. فاحنا ازاء قضيه لها علاقه ليس فقط بحريه الراي والتعبير، انما القضيه الاساسيه في زملائنا في الجزيره قضيتهم الاساسيه هي حريه العمل الصحفي والاعلامي، مش حريه الراي والتعبير. وفي فرق هنا ما بين حريه الراي والتعبير، دي قضيتنا كعرب او نبقى مصريين او من جنسيات عربيه مختلفه، انما بالاساس والذي تضمنه الدساتير وكل دساتير العالم هو حريه العمل الاعلامي للصحفي، الحق في ان يعمل بشكل حر وبشكل يعني تضمنه القوانين وتضمنه السلطات القائمه حتى يحصل على المعلومه ويوفرها للقارئ او للمشاهد او غيره من متلقي رسالته الاعلاميه. انما احنا بصدد اذا تحدثت عن افضل حمله من جانب الصحفيين، انا بعتقد انها من انجح الحملات التي حدثت في تاريخ مهنه الصحافه، وهي فري اي جي ستاف. شارك فيها رموز من ابرز رموز العمل الصحفي والاعلامي في العالم، شارك فيها برضو صحفيين عرب وشارك فيها يعني، لكن المشاركه العربيه ليست على مستوى وحجم المشاركه العالميه. اتفق وده سبب سؤالي. اتفق. طب ليه يعني واحنا مش مؤمنين بحريه العمل الصحفي؟ لانه كصحفيين عرب مساحه التداخل ما بين الصحافه والسياسه في عقول المهنيين العرب اكثر كثيرا مما في عقول الزميل الاجنبي. الزميل الاجنبي عنده قضيه الحريه، قضيه واضحه، الحريه هي الاساس. انما عندما تاتي الى الزميل العربي يبدا يدخل في قضايا سياسيه. احنا في قضيه زملائنا في الجزيره نحن ازاء محاكمه سياسيه بامتياز، محاكمه لمهنه الصحافه قبل ان تكون محاكمه لبيتر جريستي ولباهر محمد وللاخرين. محمد فهمي والاخرين هو محمد فهمي اشكرك على فكره على النوم 20 وعبد الله الشامي طبعا. انا بتكلم على قضيه النهارده، كان الثلاثه دول الزميل محمد فهمي، الزميل باهر محمد، والزميل بيتر جريست. نشوف ايضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف تفاعلوا مع هذه القضيه مع الزميل عمرو حسن. تفضل عمرو. هذا التفاعل هي نفس النقطه، نقطه الاحراز المقدمه سواء في قضيه الدكتور محمد مرسي او في قضيه زملائنا الصحفيين، هذه هي العنوان. لكن ياسر يتحدث عن كل شيء بقى جريمه في البلد دي الا الظلم، بقى الشيء المباح والاصيل في البلد. احمد عبد الجليل بيقول فعلا في هذا الانقلاب جريمه، لان طبعا بيقولوا الحقيقه، اما الاحراز اكيد كاميرا وقلم جاف. التدوين التالي على فيسبوك من محمد المصري يقول بل يجب محاكمة كل إعلاميين جزيرة من وجهة نظره. لماذا؟ لأنهم باعوا الوطن. لا باعناش الوطن يا محمود. سيف يقول باعوا الوطن؟ مذيعين الجزيرة أو إعلاميين الجزيرة باعوا الوطن. أنا باعتش الوطن. باعت الوطن يا زين؟ لا ما باعناش. طيب نشتري بس. سيف يقول على رأي المثل اللي يتفضح من أحراز الرئيس يداري على أحراز الصحفيين، بالتأكيد بيتكلموا عن الروشتة في قضية الدكتور محمد مرسي، تلاقيهم يخافوا لا يكون فيها روشتة الدواء. أيضا يقول تقول أسماء زي أحراز قضية الرئيس مرسي ويتفضحوا تاني هاشتاج مصر الليلة. تدوينة التالية على تويتر تقول الصحافة هي كشف الحقيقة وسلطة الانقلاب لا تريد للناس سوى تصديق أكاذيب الإعلام العكشنة بين قوسين، ولذلك تكمم الأفواه وتعتقل وتكمم الأفواه وتعتقل الصحفيين. تدوينة التالية من حسن الصعيدي أي إنسان ضد الانقلاب فهو إرهابي في نظرهم، ولولا الجزيرة لماتت الحقيقة. هذه هي وجهات النظر في مجملها زين. شكرا جزيلا عمرو حسن. أعود مرة أخرى إلى ضيوف في الاستوديو، الدكتور حسن المجمر. فيما يتعلق بصحفية الجزيرة، احنا سألنا أيضا على الإجراءات التي اتخذتها الشبكة إذا دعم وتدريب الصحفيين، لكن هل الآن في أي جهود وساطة أو مساعي لدى الحكومة المصرية على الأقل لرعايتهم طبيا، للتخفيف عنهم أو للإفراج عنهم؟ الحكومة المصرية يعني ما هو واضح من الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة العدلية في الحكومة المصرية أنها لا ترغب، أنها تريد أن تواصل المسار القضائي. نحن في الجزيرة ارتضينا هذا الأمر، كلفنا محامين نحترم القضاء المصري وننتظر تقديم أدلة تدين زملائنا. فيما يتعلق بالمنظمات التي تقوم بجهود لدعم زملائنا في مسار الإجراءات العدلية وفي مسار الحوار مع الحكومة المصرية، هنالك وفد من المعهد الدولي للصحفيين قام بزيارة القاهرة في شهر فبراير الماضي، التقى بالسلطات المصرية وأبلغهم أن ما يجري لصحفي الجزيرة يخالف الحد الأدنى لمعايير حماية العمل الصحفي، ممارسة العمل الصحفي وحق صحفي الجزيرة في حرية الوصول للمعلومات والتماسها ونشرها. وحتى الآن لا توجد نتيجة
عملية، بل ما هو موجود وملموس الآن أن هنالك وسائل إعلام مصرية تقوم بالتحريض ضد الجزيرة بعضها، ويوجد كذلك عدد كبير من الصحفيين للأسف الشديد يقومون بالتحريض ضد صحفي الجزيرة، فيما نحن نشاهد حتى الآن لم يقدم أي دليل يدين أي من زملاء الصحفيين. وهل تقدمت الجزيرة ببلاغات ضد هؤلاء الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام هذه؟ لم يتم تقديم بلاغات حتى الآن، لأنه نحن الآن الأولوية عندنا هي توثيق هذه الأدلة وهي موجودة عندنا، أبلغناها جميع آليات الحماية الدولية والإقليمية التي سيأتي اليوم الذي يقدم فيه جميع هؤلاء إلى محاكمات على المستوى الوطني داخل مصر وعلى المستوى الإقليمي والدولي، كما حدث للصحفيين في رواندا وفي بوسنيا وفي عدد المحرضين الصحفيين المحرضين. أي نعم. ولكن نحن الآن نعمل بجد على أن يحظى الزملاء بحريتهم في القريب العاجل. شكرا جزيلا دكتور حسن السعيد المجمر. تعقيب أخير من الأستاذ أحمد حسن الشرقاوي، هل الجماعة الصحفية المصرية تقوم بواجبها إزاء حريات العمل الصحفي؟ لا طبعا، بالتأكيد التنظيم الأبرز فيه الجماعة الصحفية المصرية وهو نقابة الصحفيين المصريين لديه مشكلة أساسية، وأنه المجلس الموجود الحالي بقيادة الزميل ضياء رشوان لا يقوم بدوره الكافي، عبرنا عن ذلك في أكثر من مرة، ونحن يعني باعتبار المنسق لحركة صحفيون ضد الانقلاب نشارك في الجهود الرامية إلى سحب الثقة من ضياء رشوان ومن مجلس النقابة الحالي، وهي جهود تصل إلى درجات وتتصاعد درجاتها، ويتجمع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية كل يوم ضد هذه الممارسات. ضياء رشوان والمجموعة الموجودة في مجلس نقابة الصحفيين الآن تتعامل مع الأمور المهنية بطابع سياسي واضح جدا، وهو لكنهم يعني انتفضوا لإصابة الزميل خالد حسين في اليوم السابع ومقتل الصحفية ميادة أشرف، فطلب نقيب الصحفيين أن يتوقف الصحفيين الميدانيون عن المتابعة وعن التغطية. طب هو ده كلام يعني ازاي الصحفي، ازاي نقيب الصحفيين اللي المفروض عن منه انه يدافع عن حرية الزميل وانه يوفر له ويسعى لدى السلطات دائما لمساندته والدفاع عنه حتى يمارس مهنته، ان يطالب هذا الزميل بان يتوقف عن عمله؟ ليس هكذا تورد الامور في المهنه لدينا في مصر. يعني اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي، واشكر ايضا الدكتور حسن سعيد المجمر مسؤول العلاقات الخارجيه في اداره الحريات وحقوق الانسان بشبكه الجزيره. شكرا لكم، وما زلنا معكم في مصر الليله وفي البرنامج بعد الفاصل. بعد أكثر من عام ونصف العام على ظهورها الإعلامي وسخريتها الفاضحة من رموز الثورة، الراقصة سما المصري تحبس وتغلق مكاتب قناتها فلول بعد خناقة مع مرتضى منصور، فلماذا الآن؟ وهل يأكل النظام أبناءه وبناته؟ سجلته بعدساتك على agm4video@gmail.com في فقرة شارك. وجهان لعملة واحدة اختلفت مهنتاهما واتفقا على مهاجمة الثورة ودعم السيسي وإتقان فن الإثارة، إثارة الجدل.
محام يتقافز برشاقة بين القانون والرياضة وأحلام الرئاسة وراقصة بدرجة إعلامية تخلط الهزة بالسياسة بعد معركة كلامية سريعة وشتائم متبادلة بأقضع الألفاظ وخوض في الأعراض على شاشات الإعلام تم إلقاء القبض على الراقصة بتهمة الرقص الفاحش وإدارة قناة دون ترخيص فيما تم تصويره إعلاميا بانتصار المحامي على من قامت بتجريسه رقصا وقدحا وغناء. إذن الراقصة والسياسي عنوان أزمة شغلت الرأي العام المصري، فهل تعكس خلافا حقيقيا داخليا في معسكر دعم الانقلاب أم أنها إعادة إنتاج لدراما قديمة باصطناع فرقعات إعلامية لإلهاء الجماهير عن غلاء الأسعار وانقطاع التيار وقمع الأحرار؟ بتسلم الأيادي أيضا استقبل هؤلاء سما المصري، وقام أحدهم نيابة عن الواقفين بصفعها على وجهها، ومن ثم توالت الأخبار عن إيقاف قناة فلول صاحبة المشاهدة الضئيلة في مصر رغم عام ونصف على بدايتها. إيقاف القناة جاء بعد يوم واحد من تهديد المرشح الرئاسي المنسحب وفقا لمنام، والذي حذرها من اللعب معه، فهو ليس مرسي وليس البرادعي أيضا. الإيقافات انتقلت من قناة ذات مشاهدة ضئيلة لبرنامج يشاهده مئات الآلاف داخل مصر وخارجها، والسبب المتداول أجازة شم النسيم، ولكن للمرشح الرئاسي المنسحب قولا آخر. يعني فيما يتعلق ببرنامج، البرنامج مش أجازة ولا حاجة، لكنه يعني توقف. توقف بناء على مكالماتي مع المسؤولين السعوديين المحترمين لفترة ولا يعني خلاص. كل سنة وانت طيب يا باسم. كل سنة وانت طيب ليس بمناسبة شم النسيم كما يقول مقدم البرنامج، ولكن وكما يقول مرتضى، باسم لن يعود بسبب منافاته للآداب العامة وعدم احترامه للشعب المصري. وبالطبع مشادتهما الأخيرة ليست بالسبب البعيد الذي دفع مرتضى للدخول على الخط. مرتضى منصور المصارع الخلوق الأدب، يعني مرتضى. مرتضى ذاته والذي أعلن عن ترشحه في ظل حملة كبيرة للنيل من السيسي، المرشح الأوحد في ذلك الوقت، يقول ناشطون إنه رشح نفسه مدفوعا بمن ورائه لصد الضربات عن المرشح الذي خلع بزته العسكرية توا ومن ثم انسحب بعدما نال حظه من هذا الهجوم. الآن وبعد عمر طويل يعود مرتضى إلى حظيرة الدولة داعيا إلى الآداب العامة، مصورا النظام وكأنه حارسا لأخلاق المجتمع، حريصا على ما تبقى منها في الوقت الذي يربط آخرون بين جميع ما سبق وبين اقتراب ميعاد تنصيب الرئيس القادم، حيث يبدو حريصا وحتى آخر الوقت على تقليم الأظافر حتى لأنصاره. هو اللي حيمنحني هذا الشرف العظيم. وكيف بأخلاق يكون مرتضى حارسا عليها؟ أهلا بكم مشاهدينا، ورحب بضيفي في الاستوديو الدكتور حمزة زوبع القيادي بحزب الحرية والعدالة والكاتب السياسي. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. ومعنا عبر سكايب من القاهرة أيضا الأستاذ هشام مبارك مدير تحرير صحيفة الأخبار. أهلا وسهلا بك. وأبدأ بك دكتور حمزة، ليه قبضوا على السما المصري دلوقتي؟ ما شغالة دي لها 8 شهور. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش في 10 ثواني دعني احيي الثوره. انا سامعاك يعني. انا هقول لك اهو، دعني احيي الثوره والثوار، الرجال والنساء، الطلبه والطالبات، ودعني اخص بالتحيه الطالب الدكتور محمد فراج الذي اعتقل بسبب بوست كتبه بعد ان افرجت عنه النيابه. هؤلاء يستحقون التحيه، اما البقيه فهوامش دائما كما اقول على دفتر الثوره. بس الهوامش قامت دلوقتي. هي لا، الهوامش قامت والانصاص نامت. انت عارف المثل وكده. بص يا سيدي، القصه كلها زي ما انا كنت بشبهها امبارح في برنامج، انه الطياره فيها حموله زياده. لازم نرمي حد، كل شويه هنرمي حد بعد ما يستخدم، فهيجي الدور على سما المصري النهارده، بكره الهام شاهين واخوها مظهر شاهين، اخوها في يعني في البرمجه والحاجات دي، وربما ياتي وقت على البابا تواضرس نفسه يلقى من الطائره. صدقني ما بهزرش، هذا الرجل الذي قال الاسد ما بياكلش عياله بياكل كل حاجه دلوقتي، بياكل عياله وبياكل فنانين وبياكل مطربين. علي الحجار اتلسع ومحمد منير اتلسع ومش عارف مين اتلسع، وين دلوقتي سما المصري، وبكره الهام شاهين، وبعد بكره هتبقى اسمها ايه يعني هيبقى في حد كتير لازم يترمي فين
من الطيارة لأن الحمولة زيادة. خطة السيسي إيه الزيادة كانت إيه الزيادة في حمولة ثمن مصر؟ ما أنا هقول لك اسم القناة فلول. إيه الزيادة في مرتضى منصور؟ ليه اترمى من الحمولة؟ ليه؟ هتشتغل ده قفل قناة فلول؟ لا يا فندم مش هو اللي قفل ولا طبعا كل واحد هيقول كده، وهو برضو ادعى انه قفل برنامج باسم يوسف. باسم يوسف اعلن عن الموضوع ده من شهرين ثلاثه. باسم يوسف حدوده لا، بس قناه ام بي سي طلعت وقالت ان احنا واقفين البرنامج، مش اجازه ولا حاجه، احنا واقفينه علشان حتى لا يؤثر على الانتخابات الرئاسيه. ده هو في حاجه اسمها كده؟ ده هي البرامج ما بتسخنش الا في المواسم دي. ده باسم يوسف كان عزه في الدستور وعزه في اي استفتاءات واستحقاقات. هي الفكره كلها ان اي حموله زي ده ما يجيش. خليني اقول لك على معلومه سياسيه مهمه جدا. المعلومه هي ايه؟ انه من 3 شهور بالظبط وصل رسول بطريقه ما من عند السيسي عليه الصلاه والسلام. لا غير الرسول السيسي وغير رسول محمد ابراهيم. الرسول ده جه قال يا جماعه انتوا هتسيبوا الراجل كده؟ ده تلاقى ان البلد كلها فلول وحزب وطني، ودول لو هو جه رئيس وبقى معاهم البلد عليها السلام. طب وبعدين المطلوب؟ قال لا يعني ان كده نقرب كده. ما شفتش انت التصريح بتاع جهاد الخازن امبارح نقلا عن السيسي؟ بيقول لك انه اذا نبذوا العنف. طب احنا نبذنا العنف يا عم السيسي. طب والله مطلعين بيان من اسبوع وهنطلع بيانات ثانيه. هل ده معناه ان احنا نروح نتصالح معاك؟ الرجل يبحث عن ظهير قال هيكل عنه انه يفتقد الى ظهير شعبي، وبالتالي فكره التصاق هذه الفلول وبقايا الفلول معه في نفس المركب هتغرقه. بس هي الفرق ان هو غرقان. الفرق هو ان ايه؟ سرعه غرقانه هتبقى عاليه شويه. نتمنى انه يعقل ويرجع فيلم حلاوه الروح ويرجع سام المصري ويرجع الناس الاوفياء دول له علشان الصوره تبقى ايه؟ واضحه والغرق يبقى ايه؟ طيب. بدري وسريع. استاذ هشام، لماذا الان؟ لماذا سام المصري الان تستهدف بهذا الشكل وتغلق قناتها او مقر قناتها في مصر وتحبس وحتى تضرب من جانب احد المواطنين؟ لان لو السلطه عايزه ما تضربش كانوا منعوا المواطنين ان هم يشوفوا اعتقالها اساسا. يعني انا اعتقد برايي الشخصي ان ده جزء من تفسير الحلم او الاستخاره اللي شافها مرتضى منصور بعد ما صلى الاستخاره، وشاف ان السيسي سايق اتوبيس وهيصل بينا لمصر الجديده. لكن واضح ان اللي ما شافوش المستشار مرتضى منصور ان في فرده كاوتش في الاتوبيس ده مخرومه وهتعطل المسيره شويه، وده يمكن من يعني تفسيري الخاص للاحلام. تقول ان هو يعني جاء تفسير الحلم في نزول سما المصري من الاتوبيس ونزول هيفاء وهبي، وبعدين سما وهيفاء دول نور عينينا ومحدش هيقدر يجي ناحيتهم، هي قرصه ودن بس. الحكومه جايز عايزه يعني تظهر انها بتحاول حاميه القيم. قناه فلول بقالها فتره كبيره جدا. قناه فلول بقالها 8 شهور، يعني قناه سما المصري بتطلع فيديوهات من سنه ونص تقريبا، وفلول سخرت من فلول شغاله من 8 شهور، يعني فجاه بقت خادشه للحياه العام دلوقتي. يعني انا برضو يمكن شايف برضو في تفسير اخر غير تفسير صلاه الاستخاره بتاعه المستشار مرتضى منصور، ان في جزء من الموضوع الحكومه شافت انها يعني زودتها شويه لما قرصت ودن السكي بايقاف الفيلم بتاعه ورفعه، فيعني اوعزت الى المستشار مرتضى منصور ان هو يعني اوعزت له ان هو يغلق هذه القناه بما له من يعني خبرات في مجال القضاء ومجال النيابة، وكمان يمكن مكافأة له على أنه انسحب. أنا يعني يمكن ضد الكلام أستاذ حمدي أستاذ حمزة زوبع أن مرتضى رموه من المركب. لا، مرتضى انسحب لأنه لعب الدور اللي هو عايزه، ومكافأة له على انسحابه ومكافأة له على الدور اللي هو عمله بإتقان شديد. لما سما المصري هجمت المستشار مرتضى منصور وحصل بينهم يعني تبادل للسباب والشتائم، حبت الحكومه يعني تقدم هديه للمستشار مرتضى منصور باغلاق هذه القناه التي. طب هو مين طلع القناه دي اصلا؟ يعني مين طلع القناه ومين طلع سما المصري؟ يعني مفيش حد وراها يعني؟ ملهاش ظهر في البلد ولا ايه؟ النظام اللي هو بيعتمد على امثال سما المصري اللي هو من بعد 30/6 يعني شايفين. على فكره يمكن سما المصري تكون يعني اوضح بكثير من بعض الاعلاميين الراقصين، ما اعرفش التعبير ده حد استخدمه قبل ولا لا، ولو ما كانش حد استخدمه انا بطالب بتسجيله في الشرع. لا، وفي ناس استخدمت تعبيرات اسوأ من كده بكتير يعني. يعني مش عايز اقول رقصت فرعون على وزن سحره فرعون. انا شفت اعلامي بيقول ان بعض
بيقول بعض مساجد الإخوان، معرفش هو صنف إزاي المساجد الإخوان، أخطر على البلد من هيفاء وهبي ومن سبا المصري. يعني كلام يعني لو سحر فرعون الحقيقيين اللي هم ربنا تابع عليهم وبعد كده أنه ما أعتقدش أنهم كان حيصل بهم الخيال أنهم يعني يقولوا أو يعني يصفوا المساجد يذكر فيها اسم الله. معلش صنفها طيب إزاي. أرجع يعني تبقى معي أستاذ هشام، أرجو أن تبقى معي. في أيضا خبر عاجل كما يظهر على الشاشة الآن، قوات الأمن تحاصر مبنى المدينة الجامعية بالأزهر وتلقي بقنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب. دي صور مباشرة فيما يبدو من المدينة الجامعية بجامعة الأزهر. نشوف بقى كمان مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هنروح لهم حول هذا الموضوع بعد قليل، لكن نتابع هذه الصور الحية أولا من الأزهر. إذن مشاهدينا هذه صور كانت تأتينا مباشرة من المدينة الجامعية لجامعة الأزهر، وقوات الأمن تحاصر المدينة الآن، وكانت هناك اشتباكات فيما يبدو ألقيت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع من جانب الشرطة. أما فيما يتعلق بسما المصري فنعود إليكم مشاهدينا وأرائكم حول هذا الموضوع مع الزميل عمرو حسن. فضل عمرو. أيضا تستمر معنا ذات الكلمة المتواصلة على مدى الحلقة. مسرحية رخيصة، هذه مجمل التعليقات التي جاءت. رشقت تقول مثلا خلصت مهمتها بنجاح تام. التدوينة التالية تقول من أحمد عرفة، السؤال الأهم هو مرتضى منصور بقى واصل قوي كده ليه وطلباته بتتنفذ بتلك السرعة وحتى على صناعة الأجهزة الأمنية، ثم إن دورها خلص وأمثالها كتير وسيقضى عليهم مثلها تماما. التدوينة التالية من حسني حماد يقول شو إعلامي لكسب ود الشعب وفي الآخر يطلع ضمن برنامج السيسي على هاشتاج مصر الليلة. التدوينة التالية من خالد يقول أحزن أشد الحزن على بلدي عندما نتابع أخبار هؤلاء أمثال سما وهيفاء وهم يحتلون ساحة الإعلام ولا نهتم بأبحاث العلماء أو المخترعين أو الأفذاذ من الطلاب أصحاب المواهب. التدوينة التالية تقول اصبري يا منضلة يا طهرة. التدوينة التالية تقول أخجلنا صمودك يا عفيفة، هاشتاج سما مش رقم، الحرية لسما المصري. على فكرة الهاشتاج ده محقق تداول كبير على تويتر. حسن الصعيدي يقول ده طلب مرتضى منصور وطبعا ما يقدروش يرفضوا له طلب، ودلوقتي الراجل لسه متنازل للهاشتاج. التدوينة التالية تقول تستاهل تقبض عليها أول ما رخصت نفسها، أما لماذا في هذا التوقيت فلا أعتقد أنها لها قيمة حتى في سوق الانقلاب حتى يرتعب منها أحد. أما التدوينة التالية من سامح يقول إثبات أن هناك قانون تمثيلية مصطنعة، أرخص شيء استخدام الراقصات والتضحية بهن إن لزم الأمر. لكن كل هذه التعليقات وأكثر كانت ضمن يعني 208 تعليق النهاردة. الموضوع الأبرز موضوع سما يعني مصري. شكرا جزيلا عمرو حسن. سما مش رقم، سما رقم صعب ولا ما كانتش رقم صعب؟ هي بس الشباب بيحتفلوا بيها على أساس أنه يعني هي كده ممكن تكون زودت عدد المعتقلين من 22,355 إلى 22,356. لا هي عملت دور كبير جدا. ايه بقى الدور اللي عملته؟ شوف في اشخاص في الاعلام المصري على مدار تاريخه في الاستبداد كانوا يعرفون بانهم ممسحه الظفر. التعبير ده معروف في الخليج اكتر، اللي هي ايه؟ اللي هي الفوطه اللي بتمسح بيها. ففي مره كان في اسامه سرايا في برنامج على الاتجاه المعاكس زمان وبيتكلم لاول مره واخر مره، بيتكلم عن جمال مبارك. فالضيف اللي قدامه قال له انت جايبينك فوطه؟ قال له ايوه انا الفوطه الوسخه اللي جايه نطف كده. هو بيفخر بانه يكون جزء من هذه المنظومه، هو سعيد بهذا الدور، هو يتمنى على الله ان حد يجي يقول له هتلعب دور المساحه، هتلعب دور الفوطه اللي بننظف فيها، هتلعب دور السفنجه اللي بنمسح بيها جزمه العسكريه. يا سلام، هو في احلى من كده؟ وبعدين انت لاحظت لما بدات كلمه البياده وعبيد البياده والناس دي تنتشر طلع ناس شيوخ بدون قال لك ايوه انا عبد من عبيد البيادة والله الموفق.
هو سعيد هذا الظليل لأنه لا أصل له، لا ثقافة له، لا مكان له، لا وجود له، لا رأي له، ثم فجأة بقى قمة تحت الضوء، تحت الأنظار، تحت حاجات كثيرة جدا. طيب بعض المشاهدين بس أنا نسيت أقول لك على قفزه من مركب بس عشان تبقى نبوءة تسجلوها في الجزيرة هنا. احنا اتكلمنا دلوقتي واحد قافز امبارح ولا اول امبارح من مركب بيقولوا عماد اديب هرب عشان عليه 1,400,500 بتوع المطار. مش اتاكد بقى الحكايه دي، هل عماد هيجيب اخوه وجزء واخته وزوجته ولا لا، يعني عماد ثم عمرو ثم لميس والمجموعه دي، ولا سيسي بيلعب اللعبه ان ادخلوا مساكنكم الان وبعدين اخرجكم تاني بعد ما ناجي. وضرب ما يكون لانه راجل بتاع مخابرات ما بيعرفش في يعني حريه الاعلام والكلام دوت والناس تعبر عنها، دي مش داخله في اجندته. طب هي ضحيه دلوقتي يعني ولا متفقين معاها في رايك؟ احنا يعني بالواقع الانساني نتعاطف مع اي انسان معتقل بغير وجه حق. حلوه دي؟ بالواقع الانساني نتعاطف مع اي انسان، لكن طبيعه الامور هو ضحيه وهو سبب هذه الضحيه. مين هو السبب المصري؟ هي ضحيه، اي واحد بيقول على نفسه ضحيه هو كسب وربح وخد ثمن مدفوع بعقد شفوي غير مكتوب، وبالتالي اصبح هذا الرجل او هذه السيده او هؤلاء المجموعات اللي انا بقول لك هيلقى بها من الطائره قبل ان تقلع بالرئيس المنتظر وحده ومعاه اثنين. تعال طبعا ما نسيت اقول لك كمان من القي بهم، انت نسيتني ليه؟ ما مصطفى بكري القي بهم الطائره، كان ناسي ان هو قال مش عارف ايه، وبعدين في الاخر جاي بيتكلم قال له ما تتكلمش باسم، قال له ما تتكلمش باسم، قال له حاضر يا فندم انا ما بتكلمش باسم حد والله، ده بتكلم باسم الوطن. الراجل وزير احمد جمال وزير الداخليه اللي مرسي شال عمل مجموعه اسمها نعم يا بلدي حاجه كده، وراح عمل مظاهرات قال له برضه ايه انزل من الطياره، وكثيرون يعني لابد ان حموله الطائره تخلص منهم، وبعدين بعد كده نبقى نشوف بقى هنجيبكم ولا هنقعد بقى مع ناس تانيين. لكن الواضح انه هناك مأزق عبر عنه كثيرون، حتى انصار السيسي اللي وقفوا في 30 يونيو خرجوا قالوا عبرنا. طيب احنا عندنا كمان مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان الاسباب الحقيقيه لوقف فيلم حلاوه روح، ومذاع على قناه المنتج محمد السبكي على موقع يوتيوب. فهل هذه بالفعل الاسباب الحقيقيه لوقف الفيلم؟ ومتى بات المنتج المثير للجدل حارسا على قيم المجتمع مدافعا عن مشكلات المواطن؟ والاهم، هل هنالك علاقه بين جماعه الاخوان وهيفاء وهبي؟ يا عم في وفي واضح الدرجات يا سيدي، واضح ان الفيديو مش جاهز. لا اعترفوا بقى، لا اعترفوا بقى، امبارح في الجزيره الاخباريه يقول لك الببلاو من الاخوان، ودلوقتي قلت لهم طب لو الببلاو الاخوان بايع مين؟ بايع بديع في المقطم ولا بايع في السجن؟ طب هيفاء بايع مين؟ يعني مش معقول كده، ده كده كوميديا فعلا. طب نشوف يعني. نشوف الفيديو. نشوف الفيديو وبعدين نحكم. حلت ازمه الكهرباء، منعت حلاوه روح يا عم الحد الادنى للاجور، منعت حلاوه روح. حلبت الارهاب، منعت حلاوه روح. طيب بالنسبه للاعلام المحايد، منعت حلاوه روح. دعمت الفن والثقافه، منعت حلاوه روح. جبت حق الشهداء، منعت حلاوه روح. واجهت التحرش، منعت حلاوه روح. بالنسبه لسيادتك للاسفاف اللي في قناه فلول، منعت حلاوه روح. اعلى نسبه سرطان اطفال، حلاوه روح. وقفت نزيف الدم اللي في اسوان، منعت حلاوه روح. رجعت الامن والامان، منعت حلاوه روح. اعلى نسبه فيروس سي في الكون، ما انا منعت حلاوه روح. افشل نظام رعايه طبيه في مصر، منعت حلاوه روح. امنت الرحلات السياحيه، طبعا منعت حلاوه روح. حليت ازمه المرور، منعت حلاوه روح. حسبت الاطباء اللي بيموتوا في الناس، ما انت منعت حلاوه روح. طب العشوائيات، منعت حلاوه روح. حلاوه روح، حلاوه روح. بقى حضرتك تبقى بتمثل الدوله واول واحد ينتهك الدستور، يا ريت تقرا تاني الماده 67 يا باشمهندس. وبرده الاخوه ولتيت علشان احنا دايما احنا في كل حاجه موجودين. الغريب انه يطلع ده على قناه محمد السبكي، لكن هو اللي عامل سوني برادرز. بس قبل والله بدل محمد السبكي اتكلمنا عن الجزاره واللحمه، فدي ماشيه مع بعض. يلا اشكرك شكرا جزيلا الدكتور حمزه وبع القياده بحزب الحريه والعداله والكاتب السياسي، واشكر ضيفي من القاهره عبر سكايب هشام مبارك مدير تحرير صحيفه الاخبار. مشاهدينا الكرام، على مدى ساعتين ناقشنا معكم عده ملفات كان اهمها ما يلي: حظر النشر في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس مرسي، والمحكمة تنتدب أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في عهد مبارك بلجنة فض الأحراز، والدفاع يعترض. وكأن المصائب لا تأتي فرادى، 100 مليار جنيه خسائر متوقعة للاقتصاد المصري في 37 قضية تحكيم دولي تتعلق بالخصخصة.
صحفي الجزيرة يمثلون أمام المحكمة للمرة السابعة، ومباراة كرة قدم وصور أضاحي العيد ضمن أحراز القضية. بعد أكثر من عام ونصف العام على ظهورها الإعلامي وسخريتها الفاضحة من رموز الثورة، حبس الراقصة سما المصري وإغلاق مكاتب قناتها فلول في مصر. حتى ليلة أخرى وسهرة، نتمنى أن تكون أفضل من سابقتها. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.